بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. أهلا بحضراتكم من محافظة الإسماعيلية، حيث يشهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بنطاق الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية. ولعلنا منذ أيام قليلة تابعنا افتتاح مقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية. كل ذلك تأكيد ودلالة واضحة على أن قواتنا المسلحة دائما مستعدة للتعامل مع أي طارئ، فالأمن القومي وحمايته هو دور رئيس ومهمة أساسية لقواتنا المسلحة. لذلك نرى أن جيشنا يشهد طفرة غير مسبوقة في مستوى التسليح والتدريب على كافة المستويات. ونحن مشاهدين نحتفل بالذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيدة، نتذكر دائما بأن جيش مصر هو جيش رشيد، هو جيش يحمي ويصون ولا يعتدي، يحمي هذا الشعب ويحمي ترابه ويحمي مقدرات الأجيال القادمة. ونحن نحتفل بالذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيدة، لابد أن نتوجه بخالص الشكر والعرفان والتقدير لرجال قواتنا المسلحة الذين بذلوا كل غال ونفيس من أجل رفعة شأن هذا الوطن. فالتحية لكل أبطالنا الذين شاركوا في هذه المعركة وما زالوا على قيد الحياة، متعهم الله بالصحة والعافية. والسلام لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم زوداً عن هذا الوطن. أهلا بحضراتكم في أرض الأبطال وعرين الرجال. إذن نحن الآن في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يشهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بنطاق الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية وإجراءات تدريبها وتطويرها وتزويدها بأحدث النظم في مجال العسكرية لكي تستطيع أن تقوم بمهامها على أكمل وجه وتقوم بحماية الحدود في كافة الاتجاهات الاستراتيجية. طبعا وكما نعلم وكما يذكر التاريخ دائما بأنه لم يحدث أن جيش مصر في يوم من الأيام كان جيشا غاز أو معتد، بل جيشا رشيد، جيش يحمي، جيش يصون ولا يعتدي. وهذا هو الحال وهذا هو ما عهدناه من قواتنا المسلحة على مر العصور والأزمان. إذن مشاهدينا نحن في انتظار وصول السيد الرئيس ليشهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بنطاق الجيش الثاني الميداني. والجيش الثاني كما تعلمون تأسس في عام 67 واستعدادا لمعركة الكرامة حرب أكتوبر المجيدة، شارك بكل تأكيد في أكثر من معركة داخل حرب أكتوبر المجيدة وأمن عبور القوات، بالإضافة إلى دور كبير جدا قام به عندما صدرت الأوامر بالتوسع شرقا، فكان له دور كبير في هذه المعركة. ومن ثم يأتي دوره على مر هذه الفترة وهذه السنوات حتى وصلنا إلى فترة حرجة عاشتها مصر منذ 25 من يناير وحتى حتى 30 من يونيو. كان له دور كبير جدا في تأمين حدود الوطن في الداخل وفي الخارج أيضا، واستمر دوره أيضا في تأمين كافة الاستحقاقات الدستورية التي مرت على مصر خلال هذه الفترة. وأيضا في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه مصر كان له دور كبير جدا في تأمين المساعدات التي تدخل إلى أشقائنا في قطاع غزة نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشونها منذ عام. فقدر مصر مشاهدينا أنها موجودة في منطقة شديدة الصعوبة وشديدة الخطورة، ولعل المشهد الضبابي الذي يكتنف منطقتنا هو كان الدافع لقواتنا المسلحة لكي تحدث دائما منظومتها في مجال التسليح وتجري دائما تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة مع أكبر جيوش العالم، حتى ترك الجيش المصري رسالة واضحة مفادها بأن جيش مصر لا يستهان به. وصل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
إذن مشاهدينا، وكما تابعنا وصل بالفعل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يشهد بعد قليل اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية. وكما تشاهدون خلفي من الصورة، تصطف جميع القوات استعدادا لاستعراض قدراتها وإمكاناتها المختلفة. طبعا كل هذه الألوية وهذه القوات هي تابعة للفرقة السادسة، فنجد عناصر من المدفعية وقوات الدفاع الجوي وقوات من حفظ السلام وقوات الصاعقة والدفاع الجوي، بالإضافة أيضا إلى أن هناك العديد من المعدات العسكرية التي هي من تصنيع القوات المسلحة المصرية، وهي تصنيع مصري 100%. أدركت بالفعل قواتنا المسلحة بأنه لابد من تطوير المنظومة العسكرية والمنظومة القتالية. فعلى مدى 10 سنين، أو على مدى 10 سنين مضت، كانت القوات المسلحة حريصة كل الحرص على تطوير منظومتها العسكرية وتدريب الفرد المقاتل، وهذا هو عنصر مهم جدا تهتم به قواتنا المسلحة، بالإضافة إلى تنويع مصادر التسليح وأيضا التصنيع المحلي. فبالفعل سيكون مشارك من ضمن المشاركين عدد كبير من الآليات والمعدات التي هي بالفعل تصنيع مصري. إذن مشاهدينا، بعد قليل يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة التابعة للجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار احتفالاتنا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في الذكرى 51. هذا النصر العظيم الذي سجل في التاريخ العسكري، فرجال قواتنا المسلحة في هذه المعركة خاضوا أروع المعارك وأشرف المعارك، استطاعوا في هذا التوقيت أن يستردوا الأرض ويستردوا الكرامة. ومنذ ذلك الحين والجميع يعلم من هي مصر ومن هو جيش مصر. جيش مصر يا سادة دائما على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مهمة تسند إليه، مستعد دائما للتعامل مع أي طارئ، فملحمة العبور كانت كافية لكي يعرف الجميع من هي مصر. طبعا كما هو معروف بأن حرب أكتوبر المجيدة وهذا النصر المجيد الذي حققه المصريون لأنهم بالفعل أرادوا، فتكاتف الجميع وتلاحم الجميع، تلاحم الشعب مع قواته المسلحة حتى حققنا النصر في أكتوبر من عام 73. إذن بعد قليل يشهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية.
المسلحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. السلام عليكم، تفضلوا استريح، تفضلوا. حرس الشرف، السلام الوطني، سلام، سلاح. حرس الشرف، كتفان، سلاح. حرس الشرف، دوران للخارج، للخارج، دور. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. في مشهد تتلاقى فيه أمجاد الأمس مع شموخ اليوم، يصطف أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني متوشحاً بعباءة القوة والإرادة كصفوف من الأسود الحارسة، كأنها قلعة حصينة شاهدة على نصر كتب بالدماء وارتوى من شرف الصمود. فمنذ 51 عاما نهضت مصر من بين الرماد لتعلن للعالم أن سيناء مصرية. 6 ساعات من المجد كانت كافية لتروي عطش الأجيال بأعظم قصص البطولة. عانق العلم المصري الضفة الشرقية لقناة السويس في لحظة لم تكن مجرد نصر عسكري، بل إعلان بأن مصر قد بعثت من جديد.
ليمضي الزمن ويظل عهدنا بأن سيناء مصرية ما نامت بها العيون وما دام لدخيل بها حصون، ما غابت عنها شمس وما خفتت عنها النجوم. وخير ما نبدأ به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. الجيش الثاني الميداني جيش النصر أو الشهادة، يحمل رجاله على أعناقهم مع باقي أقرانهم من رجال القوات المسلحة مسؤولية الدفاع عن شرف أمة وضعت ثقتها المطلقة في رجال جيشها، وهم بفضل الله أهل لهذه الثقة. الحضور الكريم مع كلمة اللواء ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكل الاعتزاز والتقدير نرحب بسيادتكم اليوم في رحاب الجيش الثاني الميداني بالتزامن مع ذكرى الاحتفالات بانتصارات حرب اكتوبر المجيدة عام 1973. تلك الحرب التي ننظر لقادتها وأبطالها دائما بكل اعتزاز وفخر وتقدير، ولا تمثل لنا حرب اكتوبر مجرد انتصار عسكري، لكنها جسدت قصة كفاح طويلة لوطن تلاحم فيه الشعب مع جيشه في تقدير كامل من الجميع للمسؤولية الوطنية، حيث نجحوا في العبور من الوطن من وضع يملأه اليأس والتشاؤم إلى مرحلة جديدة تملأها الثقة والأمل في تحرير الأرض وبناء مستقبل أفضل. وقد أفرزت هذه الحرب أجيالا من المجتمع لديها من الإرادة ما تتحدى به الصعاب وتحقق المستحيل، وقد تجلت هذه الإرادة وهذا التلاحم بين الجيش والشعب خلال أحداث عام 2011 وما تلاها، وأفشلت جميع محاولات الوقيعة أو الفصل بينهم، وذلك لأسباب بديهية. فمن يقف خلف هذه الأسلحة والمعدات المصطفى أمامنا هم أبناء الشعب، ومن كان قبلهم ومن سيأتي بعدهم هم أيضا أبناء الشعب، وهكذا جيل يسلم جيل، وحينما ينادي الوطن
يلبي النداء ملايين المقاتلين من أبناء شعب مصر العظيم. وسيظل التاريخ شاهدا على أن ما تصدت له القوات المسلحة من مؤامرات حيكت عبر عشرات السنين وما تزال للنيل من هذا الوطن يثبت أننا كنا وما زلنا خير أجناد الأرض، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان ينطق عن الهوى. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن غاية الحرب هو السلام، ولا عجب في ذلك، فالحرب أحد مراحل السياسة وأسوأها، فلا يتم اللجوء إليها إلا عند تعارض المصالح وانسداد قنوات الحوار والتفاوض بطرق السلمية. وبعد الحرب لا سبيل إلا العودة للحوار من أجل السلام. وفي بعض الأحيان تفرض الحروب دون تعارض المصالح، فقط من أجل أطماع أو أهداف واهية لا تتفق مع المواثيق الدولية والحقوق الإنسانية. ولم نكن أبدا نتمنى أن نرى العالم بعد كل ما وصل إليه من حضارة وتقدم ورقي ورشد تندلع فيه هذه الصراعات المسلحة غير المبررة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن شواهد التاريخ تؤكد أن السلام يحقق ما تعجز الحروب عن تحقيقه. ولكن إذا كان هذا قدرنا فنحن بعون الله أهلا له وقادرون على مواجهته. إن مصر دولة عظيمة بتاريخها وشعبها، وهي من أقدم دول العالم ومهدا لحضارته، ولديها من التاريخ والخبرات والتجارب ما تقدمه للعالم والمنطقة كنموذج للسلام والرشد. وقد أشرتم سيادتكم منذ توليكم للمسؤولية أن مصر تدير سياستها بشرف وأهدافها بوضوح وشفافية، وأن خيارها الاستراتيجي هو السلام والأمن للجميع. ويقينا فإن خيار السلام لابد له من قوة تحميه وتدعمه، قوة غير موجهة لأحد لكنها تطل برأسها وتقف حصنا منيعا لهذا الوطن ضد كل من لا يفهم غير هذه اللغة أو تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها. وفي هذا الإطار وبتشريف سيادتكم لنا اليوم وبحضور عدد من رجال الدولة ونواب الشعب ولفيف من الإعلاميين وأبناءنا من طلبة الجامعات جيل المستقبل ليروا بأنفسهم ما وصلت إليه قواتهم المسلحة من تطور في التسليح والقدرات القتالية، ليطمئنوا شعب مصر العظيم أن الوطن في أيدٍ أمينة بإذن الله. إن الجيش الثاني الميداني يعتز بما يكلف به من مهام ويفخر بما يحققه من نتائج، وبصفتي متحملا لأمانة ومسؤولية قيادة هذا الجيش العظيم خلفا لقادة أجلاء أدوا ما عليهم بشرف، أود أن أؤكد أننا نراقب ونحلل جميع الأحداث من حولنا وندرك حجم المخاطر والتحديات التي يمكن أن تفرزها هذه الأحداث، ونضع الخطط والسيناريوهات المناسبة للتعامل معها، ونعرف كيف وأين ومتى نتواجد بناء على توجيهات سيادتكم، محافظين على الأمن القومي المصري داخل وخارج البلاد وجاهزين لأي مهام نكلف بها. واسمحوا لي سيادتكم أن أنتهز هذه الفرصة الطيبة ونيابة عن رجال الجيش الثاني الميداني أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى والشعب وسيادتكم بأن نظل أوفياء للعهد، صادقين في القول والعمل، مخلصين للقوات المسلحة والوطن، بارين بما أقسمنا عليه، مطيعين لأوامر قادتنا، ملتزمين بالتقاليد العسكرية وقواعد الأخلاق الحميدة، لا نبتغي في عملنا غير وجه الله تعالى، محافظين على ما في أيدينا من أسلحة، واضعين في مقدمة أولوياتنا التدريب الجاد على كل ما يوهننا لتنفيذ مهامنا بكفاءة، إعمالا بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سيادة الرئيس، وفقا للمادة 200 من الدستور المصري فإن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. ووفاء لهذه المهمة الجليلة أحب أن أتوجه إلى سيادتكم برسالة أننا نثق في رشد قيادتنا وأن قلوبنا وعقولنا يملأها إيمان راسخ وثقة وتفاؤل بأننا قادرون تحت قيادة سيادتكم
على استكمال ما بذل من جهد وما قدم من تضحيات للحفاظ على قوات مسلحة قادرة على حماية هذا الوطن وسلامة أراضيه. ولا أملك في نهاية حديثي إلا أن أدعو الله عز وجل أن يثبت أقدامنا ويسدد رميانا ويهلك أعداءنا وينصرنا بالحق وينصر الحق بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد شهدت القوات المسلحة وفي القلب منها الجيش الثاني الميداني طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال التسليح حتى تتمكن من أداء مهامها المقدسة على الوجه الأمثل، كما كان للفرد المقاتل نصيب كبير من الاهتمام بكافة النواحي التدريبية والإدارية. نشاهد الآن فيلما تسجيليا بعنوان جيش النصر. القوات المسلحة المصرية سند الأمة وحصنها المنيع والدرع الذي يذود عن حدودها ويدافع عن بقائها. والجيش الثاني الميداني أحد أقدم التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة والمنوط بتأمين وحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. وتعود نشأته في 7 ديسمبر عام 1967 في إطار إنشاء وحدات قتالية جديدة استعداداً لمعركة الكرامة وتحرير الأرض. وكان أول قائد له اللواء أركان حرب أحمد إسماعيل علي، ويحفل السجل العسكري الناصع للجيش الثاني الميداني برصيد وافر من الانتصارات والنجاحات في كثير من المعارك والحروب. كان أبرزها دور الجيش الثاني الميداني في معارك الصمود بعد حرب يونيو عام 1967 وفي حرب الاستنزاف والتي كثرت فيها عملية العبور والقصف المدفعي في نطاق الجيش الثاني ضد مواقع العدو وتكبيده خسائر فادحة. ويتوج هذا الرصيد الناصع في المسيرة العسكرية المصرية دور الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر المجيدة، حيث نجحت تشكيلاته ووحداته في اقتحام القناة واجتياح خط برلين وإسقاط حصون العدو على طول المواجهة، فتحقق النصر واستعيدت الكرامة. انتقلنا بقوة هائلة من الجيش المصري وقاتلنا كل دبابة بشكل منفرد. كنا محاصرين بآلاف المصريين، قتل وجرح منا الكثير في هذه المعركة. فقدنا 35 من القادة والجنود. أصيبت دبابة قائد اللواء 190 مدرع عساف ياجوري وتم أسره. وحستشهد هنا بكتاب كتبه الإسرائيليين اسمه كتاب عيد الغفران، وحقول هم قالوا إيه. على بعد بضعة كيلومترات من القناة كانت ما تزال المعركة دائرة حول المزرعة الصينية، فقد تعثرت القوة الإسرائيلية التي بدأت منذ 48 ساعة تهاجم الموقع ومنيت بخسائر فادحة. فقدت فرقتي حوالي 300 قتيل وحوالي 1000 أصيب. كلنا من الجنود إلى قائد الفرقة أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. تمر الأيام ويتقدم الجيش الثاني الميداني تشكيلات القوات المسلحة
ليؤمن الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة والاستراتيجية داخل نطاق المسؤولية بين ثورتين 25 من يناير و30 من يونيو. ويواصل الجيش الثاني الميداني عطاءه الممتد في محاربة الإرهاب الأسود طوال عقد من الزمان عبر العديد من الملاحم القتالية بدعم كامل من كافة الهيئات والإدارات وأجهزة القيادات العامة للقوات المسلحة والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بالعملية العسكرية حق الشهيد والعملية الشاملة سيناء 2018 وغيرها من العمليات والتي نجح خلالها الرجال بالتصدي للعناصر الإرهابية واقتلاع جذورهم من سيناء خلال معركة الحسم. الحمد لله الإرهاب ده بقى تاريخ. ونظرا للمتغيرات الدولية والإقليمية وما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، أخذ الجيش الثاني الميداني على عاتقه مهمة التأمين المحكم لخط الحدود الدولية حفاظا على أمن وسلامة الوطن، فضلا عن تأمين تدفق المساعدات الإنسانية ودخولها لقطاع غزة منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن. ومن قلب هذه الإمكانات الهائلة والقدرات الفائقة للجيش الثاني الميداني تتجلى الفرقة السادسة المدرعة بطفرة تسليحية واستعداد قتالي يليق بمكانتها التاريخية وقدراتها القتالية. قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الدعم الكامل وكافة الإمكانيات اللازمة للوصول لأعلى درجات الاستعداد القتالي لتكون الفرقة قادرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. فتم تطوير وتحديث الفرقة السادسة المدرعة بدبابات M1A1 والتي تتميز بقدرتها النيرانية الهائلة والقدرة على التعامل مع مختلف الأهداف بدقة وكفاءة عالية، والمركبة البرمائية M113 والتي تتميز بخفة الحركة والقدرة العالية على المناورة والعمل عبر مختلف الأراضي، وزودت كتائب اللواء 43 مدفعية بالهاويتزر 155 ملي ذاتي الحركة والذي يتميز بخفة الحركة وطول المدى ودقة الإصابة. وأعيد تطوير وتنظيم كتائب الدفاع الجوي للألوية المدرعة بالمعدة الشلك المطورة والمزودة بالصاروخ إجلا، مما يمكنها من التعامل مع الأهداف المنخفضة جدا والاشتباك مع الأهداف الأرضية والبحرية. وتواصل مصر تحديث وتطوير المنظومة التسليحية لجميع وحداتها القتالية البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي. والتي تعبر عن رؤية القيادة السياسية لسبل مواجهة التحديات المتنامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. كان لابد ان الجيش يبقى فيه خطة للحصول على معدات تمكنه في ظل التطور الكبير اللي حصل خلال العشرين سنة الأخرين على الأقل في مجال النظم التسليح المختلفة. وأنا أقدر أقول لكم يعني إن ده تحقق. ده جيش مصر اللي هو مركز الثقة الحقيقي مش في مصر بس، في المنطقة كلها. إنها مسيرة عطاء وطني زاهر يحفل بها سجل الجيش الثاني الميداني في تحمل المسؤولية الوطنية عبر عطاء وطني متصاعد في الكفاءة القتالية وحسن الأداء. وسيبقى أبناؤه يحملون لواء المجد والشرف دفاعاً عن الوطن. تحت ظلال شعرهم الخالد النصر أو الشهادة. إحنا مش بنعادي حد، بس في للصبر حد. اللي جاي هيبقى جد، مش هيبقى فيه هزار. اللي جوه قلبه شر،
احنا جيشنا لحم مر واللي هيزعل هو حر. احنا صوتنا ضرب نار. احنا مش بنعادي حد بس في للصبر رحل. اللي جاي هيبقى جد مش هيبقى فيه هزار. اللي جوه قلبه شر احنا جيشنا لحم مر واللي هيزعل هو حر. احنا صوتنا ضرب نار. احنا حضارة وادي النيل جيل بيسلم رايته الجيل. مهما يكون الحمل تقيل احنا هنقدر برضو عليه. شعبنا جامد قلبه حديد عمره ما خاف يوم من تهديد. ايدنا واحدة عاملة رعب. احنا نهزم اي صعب جالنا من اي اتجاه. احنا متنا مش مهم بس مصر تعيش اهم. كلنا حافظينها صم. مصر دي يعني الحياة. شعبنا جامد قلبه حديد عمره ما خاف يوم من تهديد. تقديم قائد الفرقة السادسة المدرعة. تمام يا فندم. عميد أركان حرب طاهر غريب طاهر قائد الفرقة السادسة المدرعة اعتبارا من نشرة يوليو 2024. نقطة المشاهدة النقطة 79 شرق وصلة الملاك ب 200 متر اتجاه الشمال في اتجاه السهم الأحمر وامتداده. الطرق الطولية يمين نقطة المشاهدة وعلى مسافة 10 كيلو متر طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي الممتد من القاهرة غربا وحتى الإسماعيلية شرقا بطول 120 كيلو متر. على يسار نقطة المشاهدة وعلى مسافة 15 كيلو متر طريق الزقازيق الإسماعيلية الزراعي والممتد من الزقازيق غربا وحتى الإسماعيلية شرقا بطول 86 كيلو متر. الطرق العرضية خلف نقطة المشاهدة وعلى مسافة 200 متر وصلة الملاك الممتدة من علامة الكيلومتر 76 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا وحتى البعلوة شمالا بطول 25 كيلومتر. أمام نقطة المشاهدة وعلى مسافة 15 كيلومتر وصلة القصاصين الممتدة من علامة الكيلومتر 86 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا وحتى القصاصين شمالا بطول 25 كيلومتر. الفرقة السادسة المدرعة يا فندم وعناصر دعمها تصطف في منطقة الاصطفاف على هيئة مربع ناقص ضلع كالآتي. الضلع الأيمن وفي اتجاه السهم رقم 1 وعلى مسافة 200 متر تصطف عناصر المدفعية والمميزة بالبيارق باللون الأحمر في الأسود. في اتجاه السهم رقم 2 وعلى مسافة 250 متر
تصطف عناصر الدفاع الجوي والمميزة بالبيارق باللون الأخضر الفاتح. الضلع المواجه للمنصة وعلى الجانب الأيمن وفي اتجاه السهم رقم 3 وعلى مسافة 250 متر يصطف اللواء 56 مدرع والمميز بالبيارق باللون الأخضر. وأمام نقطة المشاهدة وفي المنتصف مباشرة وفي اتجاه السهم رقم 4 وعلى مسافة 200 متر يصطف اللواء 15 مدرع والمميز بالبيارق باللون البرتقالي. وعلى الجانب الأيسر وفي اتجاه السهم رقم 5 وعلى مسافة 250 متر يصطف اللواء 57 مدرع والمميز بالبيارق باللون البنفسجي. وخلف الضلع المواجه لنقطة المشاهدة تصطف عناصر الإمداد والتموين جاهزة لتحميل الفرقة للتحرك. الضلع الأيسر وفي اتجاه السهم رقم 6 وعلى مسافة 250 متر يصطف اللواء الأول المشاة الميكانيكي والمميز بالبيارق باللون الأزرق. في اتجاه السهم رقم 7 وعلى مسافة 200 متر تصطف عناصر قيادة الفرقة السادسة المدرعة والمميزة بالبيارق باللون الأحمر. وعلى أجناب وأمام نقطة المشاهدة تصف عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة كالآتي: على الجانب الأيمن لنقطة المشاهدة تصطف قوات حفظ السلام والمميزة باللون الأبيض. على الجانب الأيسر لنقطة المشاهدة تصطف نماذج من التصنيع المصري والأسلحة والمعدات الحديثة بالقوات المسلحة. وأمام نقطة المشاهدة وعلى الجانب الأيمن تصطف قوات الصاعقة وقوات الصاعقة البحرية. وأمام نقطة المشاهدة وعلى الجانب الأيسر تصطف قوات المظلات وعناصر الصاعقة البحرية. وأمام نقطة المشاهدة تصطف القوات الجوية وعناصر المنظومة صاع. الفرقة السادسة المدرعة يا فندم وعناصر دعمها جاهزة لتنفيذ أي مهمة بكفاءة قتالية وروح معنوية عالية. أي أوامر يا فندم؟ شكرا سيادة العميد طاهر، شكرا جزيلا. شكرا. إن القوات المسلحة قد حققت طفرة نوعية في رفع مستوى الكفاءة القتالية حتى أصبحت واحدة من أقوى جيوش العالم. فقد حرصت القوات المسلحة على امتلاك مقومات العصر من العلوم والتكنولوجيا ونظم التسليح العالمية للوفاء بالمهام المكلفة بها في حماية حدود الدولة والحفاظ على ركائز الأمن القومي المصري. الحضور الكريم، نشاهد الآن مرور بعض من الأسلحة والمعدات بالقوات المسلحة. من يسار المنصة ناقلة محمل عليها الصاروخ البحري سطح سطح وعمق سطح طراز هاربون، والصاروخ البحري سطح سطح طراز أوتومات يتم إطلاقهم من الفرقاطات والأنشات الصواريخ والغواصات. وتتميز هذه الصواريخ بدقة الإصابة والقدرة العالية على التدمير. ناقلة أخرى محمل عليها مركبة تحييد الألغام من طراز SLQ 48،
والتي تعتبر من أكثر المركبات تطوراً في تحييد الألغام البحرية بأنواعها وحتى أعماق 600 متر، والتوربيدات البحرية طراز مارك 46 وطراز ستينغراي، ويتم إطلاقهم من الوحدات السطحية والهيل المضاد للغواصات لتدمير سفن السطح والغواصات المعادية. تمر الآن مركبة محمل عليها الغاطسة الهجومية SDV طراز دولفين، وهي من أحدث الوسائل المستخدمة لدفع والتقاط جماعات الضفادع البشرية الهجومية. يمر الآن اللانش القتالي طراز USMI، ويتميز بالسرعات العالية والقدرة على المناورة الحادة، ويستخدم في نقل وإنزال والتقاط والمعاونة النيرانية لجماعات الصاعقة البحرية والضفادع البشرية، وكذا تأمين المسرح البحري ضد أعمال التخريب والتهريب المختلفة. اللانش القتالي طراز رافال 1200، ويتميز بالقدرة على إنزال مقاتلي القوات الخاصة البحرية إلى الشواطئ غير المجهزة، كما يتميز بصغر المقطع الراداري مما يصعب اكتشافه من وسائل الرصد والمراقبة المعادية، وهو لانش قتالي متعدد المهام ذو بدن مدرع. قوات الدفاع الجوي، المنظومة صقر ألمانية الصنع، وتعتبر أحدث منظومات الدفاع الجوي عالمياً والمنضمة حديثاً لقوات الدفاع الجوي، ويمكنها اكتشاف الأهداف على كافة الارتفاعات حتى 1500 هدف وتتبع حتى 400 هدف، كما يمكنها التعامل مع الأهداف الجوية ذات المقطع الراداري الصغير. قاذف تور إم هو نظام صاروخي مضاد للطائرات ذاتي الحركة، يتعامل مع الأهداف الجوية على الارتفاعات المتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جداً، كما يمكنه الاشتباك مع الصواريخ الطوافة والطائرات الموجهة بدون طيار، ويحمل عدد 8 عناصر صاروخية بمدى 12 كيلومتر. قاذف بوك هو قاذف صاروخي متوسط المدى، صمم للاشتباك مع جميع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية والهل المعلق والصواريخ البالستية والطوافة، ويستطيع كشف وتتبع عدد 4 أهداف وإطلاق حتى عدد 8 عناصر صاروخية في نفس التوقيت بمساعدة قاذف التحميل. قاذف البتشورة المدور هو نظام صاروخي ذاتي الحركة محمل على عجل لتحقيق سرعة التحرك والمناورة ونصب الكمائن، ويمكنه التعامل مع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية، ومزود بعدد 2 شعاع لإطلاق عدد 2 صاروخ بفاصل 5 ثانية بين الأول والثاني. المظلات الناقلة الأولى محملة على أرضيتين إسقاط ثقيل، تم تجهيزها بقاذفي أهرام رباعي مطور محمل على مركبة TGL بمدى يصل 3000 متر، ومعدل إطلاق 2 صاروخ في الدقيقة الواحدة، ويزيد من قدرة قوات المظلات على العمل ضد العناصر المدرعة والميكانيكية للعدو. ويتراوح وزن الحمولات المسقطة بأرضيات الإسقاط الثقيل من 2200 رطل حتى 35000 رطل. الناقلة الثانية محمل عليها نماذج لعبوات الإمداد المتوسط A22، وتستخدم لإمداد القوات المسقطة بالحمولات المرافقة من الأسلحة والاحتياجات الإدارية، بما يمكن القوات من مواصلة أعمال القتال لفترات زمنية أطول، وتراوح وزن الحمولات المسقطة من 500 إلى 2200 رطل. المعدة دلتا سكايبر
أحدث معدات الطيران الشراعي المستخدمة بقوات المظلات لتنفيذ المهام ذات الطبيعة الخاصة، ويصل مدى العمل للمعدل دلتا إلى 400 كيلومتر. قوات الصاعقة قاطرة الغواص طراز دي بي دي من أحدث وسائل التسرب البحري التي تستخدمها قوات الصاعقة للوصول المخفي والمسطور لأهدافها وتنفيذ مهامها القتالية تحت الماء. المعدة ساند إكس، وهي تعد من أبرز وسائل التسرب البري، ولها القدرة على الوصول للأهداف المعادية في جميع أنواع الأراضي، ومجهزة برشاش متعدد للتعامل مع العدو. موتوسيكلات الدفع الرباعي والسداسي طراز بولاريس تستخدم في تنفيذ المهام الخاصة وغير النمطية. القاذف الصاروخي المتعدد RL عيار 107 ملي المطور بأيد مصرية والمحمل على مركبة تويوتا لاند كروزر هو قوة النيران الرئيسية لقوات الصاعقة في تنفيذ مهامها القتالية. يتميز بخفة الحركة والقدرة النيرانية العالية. القاذف الصاروخي الثنائي المضاد للدبابات طراز كونكرز والمطور بأيدي مصرية يعد السلاح الرئيسي لقوات الصاعقة للتعامل مع العنصر المدرع. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المعدية البرمائية BMM2M تم تطوير وسائل العبور باستخدام المعدية البرمائية BMM2M روسية الصنع بإجمالية حمولة 85 طن بدلاً من المعدية GSB حمولة 52 طن لتأمين عبور الدبابة M1A1. كما تم تطوير كبار المواصلات والاقتحام سريع الإنشاء بالإمكانيات المحلية لتصبح حمولة 70 طن بدلاً من 60 طن بتكلفة مالية أقل بنسبة 25% من التدبير الخارجي. آلة جرف كوماتسو D275 تم تطوير المعدات الهندسية لصالح أعمال التأمين الهندسي باستخدام آلة الجرف الكوماتسو D275 ياباني الصنع، حيث يمكن إزالة الأتربة بطاقة 600 متر مكعب على الساعة بدلاً من 110 متر مكعب على الساعة، بالإضافة إلى تدريع آلات الجرف والحفارات بتكلفة مالية أقل بنسبة 75% من التدبير الخارجي. نقل أتربة دمبر كاتربيلر، تم تحديث وسائل نقل الأتربة بالدمبر كاتربيلر أمريكي الصنع والمركبات المرسيدس المجهزة قلاب للعمل بجميع أنواع الأراضي بقدرات تصل إلى 24 متر مكعب بدلاً من 10 إلى 15 متر مكعب، مع تنفيذ أعمال الإصلاح ورفع الكفاءة بالإمكانيات المحلية دون الاعتماد على التوكيلات الأجنبية. معدل تطهير ألغام أرمتراك، تم تطوير أساليب تأكيد الجودة لتطهير حقول الألغام باستخدام معدل التطهير أرمتراك إنجليزية الصنع ذات التحكم عن بعد بمدى 1 كيلومتر وبعمق حتى 35 سنتيمتر. كما تم تصنيع الخلايا الثاقبة لصالح أعمال التجهيز الهندسي والتخلص من القنابل المدفونة بالإمكانيات الذاتية بتكلفة مالية أقل بنسبة 60% من التدبير الخارجي. مركبة بعثرة ألغام فهد، تم تطوير وسائل رص الألغام باستخدام أنظمة بعثرة الألغام ناثر 2 المحملة على مركبة فهد بدلاً من الوسائل اليدوية والميكانيكية، وتتميز برص الألغام بمواجهات وأعماق واسعة بأسلوب غير منتظم مما يزيد من عرقلة تقدم العدو. كما تم تطوير أنظمة ناثر 1. إدارة المركبات، المركبة المدرعة تمساح 6 وتعتبر أحدث ناقلة جند، تم تصميمها وتصنيعها محلياً بأياد مصرية بالقوات المسلحة، وهي مركبة رباعية الدفع يتكون طاقمها من 9 أفراد توفر لهم حماية ضد الأعيرة النارية حتى المستوى 7 وأعلى مستوى حماية ضد الألغام والمتفجرات. المركبة مدمج عليها منظومة مراقبة 360 درجة ويمكن تسليحها بعدة أنظمة تسليحية مختلفة. المركبة المدرعة تمساح 5، وهي من أحدث المركبات المدرعة الخفيفة التي تم تصنيعها محلياً بالقوات المسلحة
والمركبة رباعية الدفع، يتكون طاقمها من 4 أفراد توفر لهم حماية حتى المستوى السادس. تتميز المركبة بالسرعة وخفة الحركة، ويمكن استخدامها كدورية للقوات الخاصة. المركبة المدرعة تمساح 4 ناقلة جند مدرعة تم إنتاجها محليا بالقوات المسلحة، وهي مركبة رباعية الدفع يتكون طاقمها من 8 أفراد توفر لهم حماية ضد الأعيرة النارية حتى المستوى السادس، وحماية عالية ضد الألغام والمتفجرات. المركبة تتميز بإمكانية فصل الكبسولة الخلفية وتركيب تسليح مختلف طبقا للاحتياجات، وقد تم اختبار المركبة واشتراقها بالمعارض الخارجية الدولية. المركبة المدرعة تمساح 3 هي مركبة مدرعة تكتيكية تم إنتاجها محليا بالتعاون مع شركة AM General الأمريكية، وتتميز بانخفاض تكلفة التصنيع عن مثيلتها العالمية بمقدار 40%، ويتكون طاقمها من 6 أفراد متميزة عن البديل الأجنبي والذي يتكون طاقمه من 4 أفراد فقط. توفر المركبة حماية للطاقم حتى المستوى السادس، وقدرة عالية على عبور جميع أنواع الأراضي، والمركبة مدمج عليها منصة إطلاق آلية. المركبة المدرعة شربة المصرية هي ناقلة جند مدرعة تم تصميمها وتصنيعها محليا بالقوات المسلحة بالاشتراك مع شركة أركوس الفرنسية، ويتميز التصميم المصري عن الأجنبي في عدة جوانب مثل انخفاض تكلفة التصنيع وزيادة عدد أفراد الطاقم والمساحات الخاصة بالتجهيزات المختلفة. يتكون طاقم المركبة من 6 أفراد توفر لهم المركبة حماية ضد الأعيرة النارية حتى المستوى السادس. إدارة الإشارة ناقلة معدات إشارية محمل عليها محطات لاسلكية حديثة، ومنها المحطة TRC-3700 مزودة بخاصية القفز الترددي والتشفير الذاتي لتلبية مطالب آلية القيادة والسيطرة. محطة الأقمار الصناعية المنقولة تعمل مع التشكيلات التعبوية والتشكيلات. محطة الأقمار الصناعية المحمولة على الظهر تعمل مع القوات الخاصة وحرس الحدود. العقدة التكتيكية لتوفير القنوات الإشارية للتشكيلات والوحدات للربط مع باقي أنظمة الاتصالات الحديثة. محطة اتصال بالأقمار الصناعية OTB محملة على مركبة أورال ذاتية التوجيه تفتح مع القمر الصناعي المصري للاتصالات طيبة 1، وتعمل من الثبات لدعم مراكز القيادة والسيطرة للتشكيلات التعبوية والتشكيلات، ولها القدرة على مقاومة الإعاقة المعادية، كما تعمل مع الأنظمة الإشارية الحديثة بمهمة التأمين الإشاري وتوفير قنوات الاتصال هاتف ونقل بيانات بسرعات عالية. محطة تعبوي تكتيكي مجهزة ضد تأثير النبضة الكهرومغناطيسية، هي وسيلة المواصلات الرئيسية على المستوى التعبوي والتكتيكي، تم تصميمها للحماية ضد تأثير النبضة الكهرومغناطيسية على أجهزة الاتصالات بتصنيع كابينة ذات مواصفات خاصة محكمة الغلق ومجموعة من المرشحات لامتصاص النبضة. تم التصميم والتنفيذ بواسطة إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بالتعاون مع إدارة الإشارة، والتي وفرت أكثر من 50% من التكلفة عن مثيلتها المدبرة من الخارج. شيلتر محطة محمول عسكري ميداني بمهمة توفير التغطية لشبكة المحمول العسكري، يوفر خدمات الهاتف ونقل البيانات والفيديو لدعم التشكيلات التعبوية والتشكيلات كوسيلة مواصلات إضافية لتوفير التغطية المحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. تم تصميمه وتنفيذه بأيادي مصرية بنسبة 100%، موفرا بذلك أكثر من 60% من التكلفة المالية عن مثيله المدبر من الخارج. الاستطلاع نشاهد الآن 2 مركبة دوج محمل عليهما أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، طرازات بوما LE، بوما AE، ريفن، واسب، والتي تعمل مع عناصر الاستطلاع العام على المستوى التكتيكي
بمدى عمل من 20 إلى 60 كيلومتر، وزمن بقاء في الجو من 2.5 ساعة إلى 6 ساعة، وارتفاع عمل من 1 إلى 3 كيلومتر، مع إمكانية الإطلاق بواسطة اليد وتنفيذ هبوط حر. الحرب الإلكترونية منظومة استطلاع وإعاقة رادارية، وتعمل لدعم التشكيلات التعبوية، والتي تعتبر إحدى منظومات الاستطلاع والإعاقة الرادارية الحديثة. تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والإعاقة على رادارات مراقبة التحركات الأرضية والملاحة البحرية، ورادارات إدارة النيران وتوجيه الصواريخ التي تعمل بالتقنيات الحديثة. وتتكون المنظومة من محطات استطلاع وإعاقة رادارية وقيادة وسيطرة، تتميز بإمكانية الربط الآلي بين المحطات، بما يحقق سرعة التحليل الفني الدقيق. الحرب الكيميائية مركبة تطهير. محطة الإصلاع والإعاقة الرادارية تستخدم أيضا للخروج باستنتاجات عن طبيعة عملها وتحديث مكتبة التهديدات المعادية وأنسب أسلوب للإعاقة عليها. الحرب الكيميائية مركبة تطهير الأسلحة والمعدات أرستول المطورة، والتي تم تصنيعها بأياد مصرية بتكلفة مالية تساوي 10% من تدبير مثيلها الأجنبي، وهي عبارة عن منظومة تطهير متكاملة لإزالة آثار التلوث الكيميائي والإشعاعي من على الأسلحة والمعدات في محلات التطهير وأرتال المسير وتشكيلات القتال، وتطهير القطاعات الهامة الملوثة من الأرض، كما تستخدم لتطهير الدشم والمنشآت والمعدات ذات الارتفاعات العالية. هيئة الإمداد والتموين من يسار المنصة مركبة كراز مجهزة بمنظومة مد خطوط أنابيب الوقود المطاط قطر 150 مليمتر إنجليزية الصنع، وهي الجيل المتطور لكتائب خطوط أنابيب الوقود، وتستخدم في نقل الوقود، وتتميز بالعمل عبر جميع أنواع الأراضي، ولها القدرة على التغلب على كافة الموانع. ذراع إطفاء وإنقاذ بطول 104 متر، ويعتبر من أحدث وأطول أذرع الإطفاء والإنقاذ على مستوى العالم، ويستخدم في تنفيذ أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء من الأدوار العليا. إدارة المشاة. المركبة المدرعة BMB مركبة قتال مدرعة برمائية ذات تسليح المضاد للدبابات بالقاذف الميلوتيكا، تتميز بخفة الحركة والقدرة العالية على المناورة نظرا لصغر أبعادها، كما يمكنها السير عبر جميع أنواع الأراضي بسرعة حتى 80 كيلومتر على الساعة، ومدى عمل يصل حتى 500 كيلومتر. توفر الحماية لطاقمها بتدريع يصل حتى 23 ملي في مقدمة المركبة. المركبة المدرعة BMB المجهزة بالقاذف الكونكرث الثنائي، مزودة بالقاذف الكونكرث الثنائي بدلا من القاذف الملوتيكا، بقدرة اختراق حتى 85 سنتيمتر بمدى حتى 4 كيلومتر. تتميز بتنوع التسليح الذي يشمل المدفع 73 ملي والرشاش 54 ملي موازي. تم زيادة القدرات النيرانية للمركبة من خلال تعديل الوحدة النيرانية للمدفع 73 ملي. المركبة سيناء 200 أول مركبة مدرعة مصرية، تتميز بالقدرة العالية على المناورة وخفة الحركة، تصل سرعتها حتى 65 كيلومتر على الساعة بمدى عمل 550 كيلومتر. تم تسليح المركبة بمنظومة الاشتباك عن بعد إيجل 1 المسلحة بالرشاش نصف بوصة بواسطة الشركة العربية العالمية للبصريات بالتعاون مع إدارة الأسلحة والذخيرة. المدرعات الدبابة M60A3 دبابة قتال رئيسية من أبرز الدبابات المستخدمة بالقوات المسلحة، وتتميز بقوة النيران وخفة الحركة والقدرة على البقاء،
مزودة بمدفع 105 ملي مشاشخاً ورشاش نصف بوصة ورشاش موازي 7.62 في 51، مزودة بالنظام للرمي الآلي ومقدر مسافة بالليزر يوفر إمكانية إصابة الهدف بدقة. الدبابة M1A1 دبابة قطار رئيسية من أحدث الدبابات المنضمة للقوات المسلحة، ويتم تصنيعها بمصر بالتعاون مع الجانب الأمريكي، مزودة بمدفع 120 ملي أملس واثنين رشاش M240 ورشاش نصف بوصة. لها القدرة على إطلاق ثلاثة أنواع من الذخائر عيار 120 ملي حتى مسافة 4 كيلومتر بنظام رمي آلي متطور، ولها القدرة العالية على المناورة. المدفعية القاذف الصاروخي 2 المحمل على المركبة المدرعة YBR، ويعمل ضمن الاحتياطات المضادة للدبابات، وله القدرة على التحرك والمناورة في جميع أنواع الأراضي، ويستخدم في تدمير الأهداف المدرعة الثابتة والمتحركة. الهاوتزار 155 ملي 52 عيار A9A1EGY من أحدث أنظمة المدفعية العالمية، يتميز بالقدرة العالية على المناورة وتحقيق معدلات عالية في إنتاج النيران. له القدرة على التعامل مع جميع الأهداف بدقة عالية، ويستخدم في إسكات بطاريات المدفعية ومراكز القيادة والسيطرة ووسائل الحرب الإلكترونية ومحطات الرادار المعادية لمعاونة أعمال قتال القوات في تنفيذ مهامها. مركبة الإمداد الآلي بالذخيرة K10 بطاقة تحميل 104 طلقة، تستخدم في تحميل جميع أنواع الذخائر التقليدية والذكية والموجهة خاصة الهاوتزر 155 ملي 52 عيار. بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق، صدق الله العظيم. هذا هو شعارهم وتلك هي مبادئهم، إنهم النسور يعلنون عن أنفسهم اليوم بتمام الاستعداد والجاهزية. إن رجال القوات الجوية ماضون بكل عزيمة وإصرار على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة القتالية لتنفيذ المهام، مستمدين العون والسند من المبادئ والقيم الراسخة للعسكرية المصرية للدفاع عن حدود الوطن وأمنه واستقراره. عرض القوات الجوية. يمين المنصة تظهر الهليكوبتر جازيل تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وعلم القوات البحرية وعلم القوات الجوية وعلم الدفاع الجوي، إذانا ببدء عرض القوات الجوية. إنهم نصور قواتنا الجوية، دائما بطائراتهم يسعون لتحقيق الأمن والأمان لمصر والمصريين في سبيل المجد والعزة والكرامة. أمام المنصة وفي المواجهة يظهر تشكيل جوي مكون من 16 طائرة هليكوبتر من طرازات مختلفة في تشكيل منضم: أباتشي، أغوستا، كاموف، 124. الهليكوبتر أباتشي تتميز بالعديد من الإمكانيات والخصائص التي تتمثل في تنوع وكفاءة التسليح والقدرة على تمييز الأهداف والقيام بأعمال الإعاقة السلبية الذاتية. الهليكوبتر أغوستا وهي من أحدث الهليكوبتر انضماماً للقوات الجوية، وتعتبر من المروحيات الأكثر تطوراً لما لها من قدرات وإمكانيات عالية لامتلاكها نظم حديثة. في المواجهة وأمام المنصة تظهر الآن الهليكوبتر الهجومي طراز كاموف
وتعد من أحدث طرازات الهليكوبتر الهجومي على مستوى العالم، وتصنف الهل كاموف كمروحية هجوم رئيسية والقادرة على تنفيذ مهام الهجوم ضد مختلف الأهداف الأرضية المدرعة وغير المدرعة، وهي المروحية الوحيدة في العالم التي تمتلك مقاعد قاذفة للطيارين في حال تعرضها للإصابة أو العطل الفني، وتتميز بالتصميم الفريد. إصدار المبكر 4 طائرات رافال من الجيل الرابع المتقدم متعددة المهام ذي القدرة العالية على اكتشاف وتتبع الأهداف، وقد تم تزويدها بأحدث منظومات الحماية الإلكترونية الذاتية، وتظهر من خلفها الهليكوبتر 124. وتمر الآن الهليكوبتر 124. في المواجهة يظهر الآن تشكيل جوي يتوسطه الطائرة C-130، طائرة النقل المتوسط، وتقوم بحمايتها 4 طائرات MiG-29 من الجيل الرابع المتقدم متعددة المهام. الطائرة C-130 هي طائرة نقل متوسطة أمريكية الصنع، وتقوم بمهام النقل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كما يمكنها القيام بمهام الإسقاط والإبرار. هؤلاء هم نسور الجو، صدقوا ما عاهدوا الله عليه لحماية سمائها والذود عن أرضها. عين لا تنام تحرس كل شبر من أرض الكنانة مستعدة ليلا ونهارا لتقديم أرواحها لتحفظ لوطننا عزته وكرامته. هؤلاء هم النسور، رجال لا يتوقفوا عن العطاء والجهد والعمل، في صدورهم عهد وقسم وولاء أن يظلوا للوطن أوفياء، لتظل قواتنا المسلحة ذرعا وسيفا. أمام المنصة وفي المواجهة يظهر تشكيل جوي يتكون من الطائرات MiG-29 رافال F-16 في تشكيل منضم يظهر مدى ما وصل إليه الطيارون. إنهم رجال القوات الجوية يعلنون عن شعارهم الخالد إلى العلا في سبيل المجد. الحضور الكريم، من المهم جدا لأي دولة أن تمتلك قوة عسكرية كبيرة، لكن الأهم أن تعرف تلك الدولة متى وأين وكيف تستخدمها ومتى تجنح للسلام. وماضي مصر وحاضرها يؤكدان على أنها لم تكن يوما ساعية إلى صراعات أو نزاعات، إيمانا منها بأن الصراع هو الاستثناء وأن التعاون هو السبيل الأمثل لتحقيق البناء والرخاء. لكن هذا لم ولن يمنعها من امتلاك جيش وطني قوي يكون جاهزاً ومستعداً للحفاظ على أمنها واستقرارها. وما مر الآن وما يصطف في ساحة الاصطفاف ما هو إلا غيض من فيض مما يزخر به جيش مصر من أسلحة ومعدات ورجال عاهدوا أنفسهم وأقسموا لشعبهم أن تضم القبور عظامهم
قبل أن يدنس شبر واحد من أرض مصر، فاطمئنوا على جيشكم، فلديكم رجال اعتادوا ألا تخطو أقدامهم خطوة للأمام إلا إذا كانت رؤوسهم مرفوعة للسماء، وهم على أتم الاستعداد أن يفنوا جميعاً وتبقى مصر، وستبقى مصر بإذن الله مرفوعة الراية عالية الهامة، ترفرف أعلامها عالية خفاقة في عنان السماء. الحضور الكريم، مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ان انا اتقدم لكم جميعا تهنئة باحتفالات اكتوبر، الذكرى 51 لنصر اكتوبر سنة 73. والحقيقة لازم نتوقف هنا كلنا على مرور 51 سنة من العمل الجاد والنجاح المبهر الذي حققته القوات المسلحة خلال هذه الحرب. وأنا هكون دايما في كلامي معاكم يعني هكون موضوعي، وأقول إن الفترة ديت كانت فترة صراع وكانت فترة كراهية شديدة في المنطقة عندنا، وكان الجيش المصري ساعتها في محنة كبيرة، وكان فرق الإمكانيات بين الجيش المصري في معركته اللي هي معركة 73 فرق كبير قوي، ولكن إرادة القتال، إرادة القتال لتحرير الأرض، إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وفي قلب مش بس الجيش المصري، في قلب كل مصري. وحدثت حرب اكتوبر، واللي اكدت فيها ان رغم الفرق الكبير في الامكانيات الا ان النصر ممكن يتحقق بالارادة. المهم في النقطة ديت اللي انا عايز اقولها ان بعد 51 سنة القيادة اللي كانت بتقود الدولة المصرية في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا، واستطاعت ان هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا، وكانت بتقول ان احنا قاتلنا من اجل السلام، نستعيد ارضنا. وهي دي مهمة القوات المسلحة، هي الحفاظ على اراضي الدولة وحماية حدودها، وده امر أتصور أنه هو من أفضل وأشرف المهام اللي بتقوم بها أي قوة أو قوات عسكرية لأي دولة، أنها تحمي بلادها وتحمي حدودها. ولكن اللي أنا أقصد أكلمه هنا بعد 51 سنة وأنتوا شايفين التطورات اللي بتتم دلوقتي في منطقتنا، وقد إيه أن الرؤية ديت كانت رؤية الحقيقة شديدة العبقرية، وما تحقق فيها بيؤكد دلوقتي الآن إن كان سبق للعصر، وتحقق لمصر السلام، وبقى السلام من الوقت دوت وحتى الآن هو خيار استراتيجي للدولة المصرية. وهنا أتوقف عند نقطة مهمة أكد عليها، إن إحنا ما عندناش في مصر لا القوات المسلحة ولا الدولة المصرية ولا أي مؤسسة من مؤسساتنا عندها أجندة خفية تجاه حد. إحنا دايما زي ما تقال كده من زملائنا اللي تحدثوا قبل مني، إن الحرب هي استثناء، الحرب هي استثناء، لكن الحالة العامة
هو السلام والاستقرار والبناء والتنمية. وأتصور إن إحنا خلال 51 سنة دول كان في اختبار حقيقي لإرادة مصر في الحفاظ على السلام كاستراتيجية هي تبنتها وحماية حدودها وأرضها. عشان كده النهاردة بعد المدة الطويلة ديت اللي بتصور إن إحنا كلنا المفروض نتوقف جميعا أمام الحالة ديت، الحالة المصرية ديت، والقادة اللي كانوا موجودين في الفترة ديت سواء كانوا عندنا أو حتى كانوا في إسرائيل. وهو ده اللي خلى، أنا بقول لو يعني طبعا يمكن كتير من اللي بيسمعوني ما عاشوش، ممكن تقرأ عن الموضوع، ممكن تقرأ عن الحالة، وده كويس، لكن في فرق انك تقرأ عنها وانك تعيشها. لكن اتصور ان اللي احنا بنشوفه دلوقتي من صراع واقتتال وحالة من الغضب والكراهية كان بشكل او باخر موجود في الوقت ده على مستوى المنطقة بالكامل. ازاي يتجاوز القائد او القيادة في الوقت ده في مصر وحتى في اسرائيل ويتعمل سلام ينهي حالة الحرب ديت؟ انا بقول الكلام ده دلوقتي لانه مهم قوي، لان احنا يمكن نكون بنشوف ان مصر ليها موقف ثابت ما تغيرش، هو موقف عادل تجاه قضية عادلة هي القضية الفلسطينية. هو كل اللي بنقوله ايه؟ بنقول ان احنا الشعب الفلسطيني من حقه ان هو يعيش في دولة مستقلة جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل. واحنا انا استطيع ان اتكلم مش بس باسمي وباسم مصر، انا ممكن استطيع ان انا اتكلم باسمي وباسم كل اشقائنا في المنطقة العربية. هذا الامر لو تحقق هيفتح افاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة بالكامل، على مستوى الاقليم. القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، واحنا بنقول دولة فلسطينية جنبا الى جنب مع الدولة الاسرائيلية حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني. هنا مهم قوي نقول ان الكلام ده بيتقال دلوقتي لان ده موقفنا الثابت اللي دايما بنأكد عليه، لان زي ما بقول هي قضية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل عارف ده وبيعترف بيه. لكن المهم ان اعترافنا ومعرفتنا يتحول الى عمل من اجل تحقيق هذا الامر. احنا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها ديت بنسعى لتحقيق 3 أهداف ما تغيروش منذ 7 أكتوبر السنة اللي فاتت. قلنا فيها إن إحنا 1 إيقاف إطلاق النار، عودة وإطلاق سراح الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عشان القطاع فيه أكتر من 2 مليون إنسان، والاتنين مليون إنسان دول بقالهم النهاردة سنة تقريباً بيعاني معاناة شديدة جدا. سقط أكثر من 40,000، تلتينهم تقريبا من النساء والأطفال، ولازم نتوقف قدام الأرقام ديت، وأكثر من 100,000 مصاب، ده تمن كبير قوي. ثم أيضا حجم الدمار لكل، مش بس للبنية العسكرية اللي موجودة، لا حتى البنية الأساسية للقطاع، مستشفيات، مدارس، محطات مية، محطات كهرباء، منشآت عادية، منشآت سكنية عادية خالص للمواطنين. إذن بنقول إن ده هدفنا وحرصين عليه، وحتى بنقول حتى ما بعد انتهاء الحرب هو الخيار هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وننتهي ونقفل مرحلة من الصراع والكراهية. احنا كان لنا تجربة فيها في مصر، تجربة الحقيقة لكن العالم كله يتوقف قدامها دلوقتي لانها حققت اللي ما حققتش الحروب غير خلال 51 سنة اللي بتكلم عليه. لازم دلوقتي اتقدم لكم جميعا بالشكر قوات المسلحة، واشكركم على الجاهزية اللي انتوا دائما متواجدين فيها، واشكركم ايضا على وطنيتكم العظيمه
وأيضا عقيدتكم الشريفة المخلصة لوطنها، وبقول لوطنها مش لحد، لأن احنا في 2011 و2013 كان في اختبار حقيقي للقوات المسلحة، بغض النظر على ان اللي حصل في 2011 كان ترتيب ولا سوء تقدير ولا مؤامرة، لكن كانت الهدف منها في الآخر ان جناحي الأمة في مصر، الشرطة والجيش، تسقط وتسقط الدولة في اقتتال أهلي ضخم جدا يستمر ويأكل كل ما فرص التنمية، حتى لو كانت فرص تنمية متواضعة أو محدودة. وأنا بتصور إن إحنا كلنا، وأنا لما بقول الكلام ده دلوقتي اللي بقوله ده هو عبارة عن تسجيل وتقدير واحترام للدور اللي تم في الوقت ده لحماية الأمن القومي في مصر وحماية الشعب المصري من تداعيات فترة من أصعب الفترات اللي مرت عليها. عقبتها فترة صعبة جدا اللي هي فترة محاربة الإرهاب ومكافحته، وبرضو استمرنا تقريبا 10 سنوات في مكافحة الإرهاب، والحمد لله بهني القوات المسلحة وبهني الشرطة وبهني الدولة بالجهود اللي عملتها في هذه المهمة الصعبة اللي كتير من دول العالم لم تستطيع أن تنجزها. فبرضو مرة تانية بشكركم على الروح وعلى الدماء، وبشكر الشهداء وأسرهم والمصابين اللي سقطوا في هذه المعركة من الدولة المصرية بالكامل. أنا يمكن بكرر الكلام ده، ومهم إن النهاردة أكرره ليكم بالحجم اللي أنا شايفه. صحيح يمكن يعني ده جزء من تشكيلات الجيش الثاني، والقوات المسلحة يعني أكبر من كده بكتير، لكن مهم قوي إن أنا أسجل هنا إن عمر القوات المسلحة رغم قوتها ما كانت إلا قوة رشيدة بتتسم في تعاملها بالتوازن الشديد، وعمر ما كان قوتها سبب أبدا أو مسار لغطرسة في الأداء أو التصرف لا داخليا ولا خارجيا. صحيح سياستنا الخارجية بتتسم بالتوازن والاعتدال الشديد وحرص على عدم إزكاء الصراعات، ولكن برضو القوات المسلحة ده عقيدتها، وده العقيدة دي انعكست على، لأن القوات المسلحة هي جزء من شعب مصر، القوات المسلحة ضباط وصف وجنود هم جزء من المصريين. فمرة تانية أقدر شرف العسكرية المصرية، وأقدر عزة ومكانة العقيدة العسكرية المصرية الحريصة دائما على الحفاظ على الأمن والاستقرار وحدود الدولة وحماية مصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر دون يعني شكل من الأشكال. احنا عمرنا أبدا في القوات المسلحة وحتى على مستوى الدولة ما تكلمنا إلا بكل كل همنا إن احنا نحارب التخلف والجهل والفقر، مش إن احنا نضيع قدراتنا يعني في ممارسات قد لا تكون عائدة بالنفع. مرة تانية بأكد هنا إن احنا في الدولة المصرية ليست لنا أجندة خفية ضد أحد، كل اللي بنبغيه إن احنا نعيش في سلام على حدودنا، وسواء كان الحدود الشمالية الشرقية ولا الجنوبية ولا الغربية ولا حتى عمق هذه الحدود عمق الاتجاهات، احنا عايزين نعيش ونتعاون، لان احنا تجربتنا ان التعاون والبناء والتنمية افضل كتير من الصراعات والاقتتال. مش عايز اطول عليكم عشان انا عارف ان انتوا بقالكم يعني عدة ايام للتجهيز لتفتيش الحرب دوت، لكن مش هيفوت ان انا اشكر مرة تانية القيادة العامة للقوات المسلحة، واشكر قيادة الجيش الثاني والقائد الجيش ممدوح جعفر، واشكر قائد الفرقة على الجهد اللي انا شفته طاهر، اشكرك وارجو انك تبلغ مرة تانية رغم ان انا بقول لهم ده معايا، لكن في لقاءك معاهم
بلغهم تقديري واحترامي واعتزازي بيهم وبالمستوى اللي أنا شفته في الاصطفاف النهاردة. وربنا سبحانه وتعالى يحمينا ويحمي بلدنا من كل شر وسوء. وطول ما القوات المسلحة يقظة منتبهة مستعدة مدربة أمينة شريفة مفيش خوف أبدا من حاجة. شكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين ومصر بخير، وإن شاء الله خلال الشهور القادمة نتمنى إن احنا نتجاوز المحن والظروف الصعبة اللي بتمر بمنطقتنا. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الرئيس، قائد الفرقة السادسة المدرعة ورجاله يعلنون جاهزيتهم لتنفيذ أي مهام توكل إليهم. تمام يا فندم، القوات بمنطقة الاصطفاف جاهزة للمرور. أي أوامر يا فندم؟ شكرا يا طاهر، شكرا جزيلا.
تحمل الأرض وتغترب.
القوات المسلحة المصرية، سند الأمة وحصنها المنيع، والدرع الذي يذود عن حدودها ويدافع عن بقائها. والجيش الثاني الميداني أحد أقدم التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، والمنوط بتأمين وحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. وتعود نشأته في 7 ديسمبر عام 1967 في إطار إنشاء وحدات قتالية جديدة استعداداً لمعركة الكرامة وتحرير الأرض. وكان أول قائد له اللواء أركان حرب أحمد إسماعيل علي، ويحفل السجل العسكري الناصع للجيش الثاني الميداني برصيد وافر من الانتصارات والنجاحات في كثير من المعارك والحروب، كان أبرزها دور الجيش الثاني الميداني في معارك الصمود بعد حرب يونيو عام 1967، وفي حرب الاستنزاف والتي كثرت فيها عملية العبور والقصف المدفعي في نطاق الجيش الثاني ضد مواقع العدو وتكبيده خسائر فادحة. ويتوج هذا الرصيد الناصع في المسيرة العسكرية المصرية دور الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر المجيدة، حيث نجحت تشكيلاته ووحداته في اقتحام القناة واجتياح خط برلين وإسقاط حصون العدو على طول المواجهة، فتحقق النصر واستعيدت الكرامة. انتقلنا بقوة هائلة من الجيش المصري وقاتلنا كل دبابة بشكل منفرد. كنا محاصرين بآلاف المصريين، قتل وجرح منا الكثير في هذه المعركة. فقدنا 35 من القادة والجنود. أصيبت دبابة قائد اللواء 190 مدرع عساف ياجوري وتم أسره. وحستشهد هنا بكتاب كتبه الإسرائيليين اسمه كتاب عيد الغفران، وحقول هم قالوا ايه. على بعد بضعة كيلومترات من القناة كانت ما تزال المعركة دائرة حول المزرعة الصينية، فقد تعثرت القوة الإسرائيلية التي بدأت منذ 48 ساعة تهاجم الموقع ومنيت بخسائر فادحة. فقدت فرقتي حوالي 300 قتيل وحوالي 1000 أصيب. كلنا من الجنود إلى قائد الفرقة أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. تمر الأيام ويتقدم الجيش الثاني الميداني تشكيلات القوات المسلحة ليؤمن الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة والاستراتيجية داخل نطاق المسؤولية بين ثورتين 25 يناير و30 يونيو. ويواصل الجيش الثاني الميداني عطاءه الممتد في محاربة الإرهاب الأسود طوال عقد من الزمان، عبر العديد من الملاحم القتالية بدعم كامل من كافة الهيئات والإدارات وأجهزة القيادات العامة للقوات المسلحة والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، بالعملية العسكرية حق الشهيد والعملية الشاملة سيناء 2018 وغيرها من العمليات، والتي نجح خلالها الرجال بالتصدي للعناصر الإرهابية واقتلاع جذورهم من سيناء خلال معركة الحسم. الحمد لله الإرهاب ده بقى تاريخ. ونظرا للمتغيرات الدولية والإقليمية وما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، أخذ الجيش الثاني الميداني على عاتقه مهمة التأمين المحكم لخط الحدود الدولية حفاظا على أمن وسلامة الوطن. فضلا عن تأمين تدفق المساعدات الإنسانية ودخولها لقطاع غزة منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن،
ومن قلب هذه الإمكانات الهائلة والقدرات الفائقة للجيش الثاني الميداني، تتجلى الفرقة السادسة المدرعة بطفرة تسليحية واستعداد قتالي يليق بمكانتها التاريخية وقدراتها القتالية. قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الدعم الكامل وكافة الإمكانيات اللازمة للوصول لأعلى درجات الاستعداد القتالي، لتكون الفرقة قادرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. فتم تطوير وتحديث الفرقة السادسة المدرعة بدبابات M1A1، والتي تتميز بقدرتها النيرانية الهائلة والقدرة على التعامل مع مختلف الأهداف بدقة وكفاءة عالية، والمركبة البرمائية M113، والتي تتميز بخفة الحركة والقدرة العالية على المناورة والعمل عبر مختلف الأراضي. وزودت كتائب اللواء 43 مدفعية بالهاويتزر 155 ملي ذاتي الحركة، والذي يتميز بخفة الحركة وطول المدى ودقة الإصابة. وأعيد تطوير وتنظيم كتائب الدفاع الجوي للألوية المدرعة بالمعدة الشلك المطورة والمزودة بالصاروخ إجلا، مما يمكنها من التعامل مع الأهداف المنخفضة جدا والاشتباك مع الأهداف الأرضية والبحرية. وتواصل مصر تحديث وتطوير المنظومة التسليحية لجميع وحداتها القتالية البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي. والتي تعبر عن رؤية القيادة السياسية لسبل مواجهة التحديات المتنامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. كان لابد من الجيش يبقى فيه خطة للحصول على معدات تمكنه في ظل التطور الكبير اللي حصل خلال العشرين سنة الأخيرين على الأقل في مجال النظم التسليح المختلفة. وأنا أقدر أقول لكم يعني إن ده تحقق. ده جيش مصر اللي هو مركز الثقة الحقيقي، مش في مصر بس، في المنطقة كلها. إنها مسيرة عطاء وطني زاهر يحفل بها سجل الجيش الثاني الميداني في تحمل المسؤولية الوطنية عبر عطاء وطني متصاعد في الكفاءة القتالية وحسن الأداء. وسيبقى أبناؤه يحملون لواء المجد والشرف دفاعاً عن الوطن. تحت ظلال شعرهم الخالد، النصر أو الشهادة. إحنا مش بنعادي حد، بس في للصبر حد. اللي جاي هيبقى جد، مش هيبقى فيه هزار. اللي جوه قلبه شر، احنا جيشنا لحم مر. واللي هيزعل هو حر، احنا صوتنا ضرب نار. احنا مش بنعادي حد، بس في للصبر حد. اللي جاي هيبقى جد، مش هيبقى فيه هزار. اللي جوه قلبه شر، احنا جيشنا لحم مر. واللي هيزعل هو حر، احنا صوتنا ضرب نار. احنا حضارة وادي النيل، جيل بيسلم رايته الجيل. مهما يكون الحمل كبير، احنا هنقدر برضو عليه. شعبنا جامد قلبه حديد، عمره ما خاف يوم من تهديد. معروف عنه بانه عنيد، حقه مش بيفرط فيه. احنا دايما جيش وشعب، ايدنا واحدة عاملة رعب. احنا نهزم اي صعب، جالنا من اي اتجاه. احنا متنا مش مهم، بس مصر تعيش اهم. كلنا حاضرين.
قفز انهزم. مصر دي يعني الحياة، شعبنا جامد قلبه حديد، عمره ما خاف يوم من تهديد، معروف عنه بانه عنيد، حقه مش بيفرط فيه. احنا مش بنعادي حد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام على شاشة التلفزيون المصري. هذه تغطية خاصة لوقائع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية. وفي كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على عدة رسائل. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إرادة القتال لتحرير الأرض في عام 73 كانت في قلب كل المصريين. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا إن الحرب هي الاستثناء، والسلام والبناء والتنمية هي الأساس، وكل ما يحدث في المنطقة هو بمثابة اختبار حقيقي لهذه الاستراتيجية. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر للقوات المسلحة على جاهزيتها وواطنيتها. وقال الرئيس إن القوات المسلحة المصرية قوة رشيدة تتسم بالتوازن الشديد، وشدد على أنه لا خوف على مصر طالما قواتنا المسلحة يقظة وجاهزة. وفيما يتعلق بالإقليم وبالمنطقة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشعب الفلسطيني يحق له العيش في دولة مستقلة، ونوه الرئيس إلى سعي مصر لتحقيق إيقاف إطلاق النار وتحرير المحتجزين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية إن أنا أتقدم لكم جميعا بالتهنئة باحتفالات أكتوبر، الذكرى 51 لنصر أكتوبر سنة 73. والحقيقة لازم نتوقف هنا كلنا على مرور 51 سنة من العمل الجاد والنجاح المبهر الذي حققته القوات المسلحة خلال هذه الحرب. وأنا هكون دايما في كلامي معاكم يعني هكون موضوعي، وأقول إن الفترة ديت كانت فترة صراع وكانت فترة كراهية شديدة في المنطقة عندنا، وكان الجيش المصري ساعتها في محنة كبيرة، وكان فرق الإمكانيات بين الجيش المصري في معركته اللي هي معركة 73 فرق كبير قوي. ولكن إرادة القتال، إرادة القتال لتحرير الأرض، إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وفي قلب مش بس الجيش المصري، في قلب كل مصري. وحدثت حرب أكتوبر، واللي أكدت فيها أن رغم الفرق الكبير في الإمكانيات إلا أن النصر ممكن يتحقق بالإرادة. المهم في النقطة دي اللي أنا عايز أقولها أن بعد 51 سنة القيادة اللي كانت بتقود الدولة المصرية في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا، واستطاعت ان هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا، وكانت بتقول ان احنا قاتلنا من اجل السلام، نستعيد ارضنا. وهي دي مهمة القوات المسلحة، هي الحفاظ على اراضي الدولة وحماية حدودها. وده امر أتصور أنه هو من أفضل وأشرف المهام اللي بتقوم بها أي قوة أو قوات عسكرية لأي دولة، أنها تحمي بلادها وتحمي حدودها. ولكن اللي أنا أقصد أكلمه هنا بعد 51 سنة وأنتوا شايفين التطورات اللي بتتم دلوقتي في منطقتنا، وقد إيه أن الرؤية ديت كانت رؤية الحقيقة شديدة العبقرية، وما تحقق فيها بيؤكد دلوقتي الآن
ان كان سبق للعصر، وتحقق لمصر السلام، وبقى السلام من الوقت دوت وحتى الآن هو خيار استراتيجي للدولة المصرية. وهنا أتوقف عند نقطة مهمة أكد عليها، إن إحنا ما عندناش في مصر لا القوات المسلحة ولا الدولة المصرية ولا أي مؤسسة من مؤسساتنا عندها أجندة خفية تجاه حد. إحنا دايما زي ما اتقال كده من زملائنا اللي تحدثوا قبل مني، إن الحرب هي استثناء، الحرب هي استثناء، لكن الحالة العامة هو السلام والاستقرار والبناء والتنمية. وأتصور إن إحنا خلال الواحد وخمسين سنة دول كان في اختبار حقيقي لإرادة مصر في الحفاظ على السلام كاستراتيجية هي تبنتها وحماية حدودها وأرضها. عشان كده النهاردة بعد المدة الطويلة ديت اللي بتصور إن إحنا كلنا المفروض نتوقف جميعا أمام الحالة ديت، الحالة المصرية ديت، والقادة اللي كانوا موجودين في الفترة ديت سواء كانوا عندنا أو حتى كانوا في إسرائيل. وهو ده اللي خلى، أنا بقول لو يعني طبعا يمكن كتير من اللي بيسمعوني ما عاشوش، ممكن تقرأ عن الموضوع، ممكن تقرأ عن الحالة، وده كويس، لكن في فرق انك تقرا عنها وانك تعيشها. لكن اتصور ان اللي احنا بنشوفه دلوقتي من صراع واقتتال وحاله من الغضب والكراهيه كان بشكل او باخر موجود في الوقت ده على مستوى المنطقه بالكامل. ازاي يتجاوز القائد او القياده في الوقت ده في مصر وحتى في اسرائيل ويتعمل سلام ينهي حاله الحرب ديت؟ انا بقول الكلام ده دلوقتي لانه مهم قوي، لان احنا يمكن نكون بنشوف ان مصر ليها موقف ثابت ما تغيرش، هو موقف عادل تجاه قضية عادلة هي القضية الفلسطينية. هو كل اللي بنقوله ايه؟ بنقول ان احنا الشعب الفلسطيني من حقه ان هو يعيش في دولة مستقلة جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل. واحنا انا استطيع ان اتكلم مش بس باسمي وباسم مصر، أنا ممكن أستطيع أن أنا أتكلم باسمي وباسم كل أشقائنا في المنطقة العربية. هذا الأمر لو تحقق هيفتح آفاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة بالكامل، على مستوى الإقليم. القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، وإحنا بنقول دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني. هنا مهم قوي نقول ان الكلام ده بيتقال دلوقتي لان ده موقفنا الثابت اللي دايما بنأكد عليه، لان زي ما بقول هي قضية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل عارف ده وبيعترف بيه، لكن المهم ان اعترافنا ومعرفتنا يتحول الى عمل من اجل تحقيق هذا الامر. احنا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها ديت بنسعى لتحقيق ثلاث أهداف ما تغيروش منذ 7 أكتوبر السنة اللي فاتت. قلنا فيها أن احنا 1 إيقاف إطلاق النار، عودة وإطلاق سراح الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عشان القطاع فيه أكتر من 2 مليون إنسان، والاثنين مليون إنسان دول بقالهم النهاردة سنة تقريباً بيعاني معاناة شديدة جدا، سقط أكثر من 40,000 تلتنهم تقريبا من النساء والأطفال، ولازم نتوقف قدام الأرقام ديت، وأكثر من 100,000 مصاب، ده تمن كبير قوي. ثم أيضا حجم الدمار لكل، مش بس للبنية العسكرية اللي موجودة، لا حتى البنية الأساسية للقطاع، مستشفيات، مدارس، محطات مية، محطات كهرباء، منشآت عادية، منشآت سكنية عادية خالص للمواطنين. إذن بنقول إن ده هدفنا وحرصين عليه، وحتى بنقول حتى ما بعد انتهاء الحرب هو الخيار هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وننتهي ونقفل مرحلة من الصراع
والكراهية. احنا كان لنا تجربة فيها في مصر، تجربة الحقيقة لكن العالم كله يتوقف قدامها دلوقتي لانها حققت اللي ما حققتش الحروب خلال 51 سنة اللي بتكلم عليه. لازم دلوقتي اتقدم لكم جميعا بالشكر قوات المسلحة، واشكركم على الجاهزية اللي انتوا دائما متواجدين فيها، واشكركم ايضا على وطنيتكم، وطنيتكم العظيمة، وايضا عقيدتكم الشريفة المخلصة لوطنها، وبقول لوطنها مش لحد، لان احنا في 2011 و2013 كان في اختبار حقيقي للقوات المسلحة. بغض النظر على ان اللي حصل في 2011 كان ترتيب ولا سوء تقدير ولا مؤامرة، لكن كانت الهدف منها في الاخر ان جناحي الامة في مصر الشرطة والجيش تسقط، وتسقط الدولة في اقتتال اهلي ضخم جدا يستمر ويأكل كل ما فرص التنمية، حتى لو كانت فرص تنمية متواضعة او محدودة. وانا بتصور ان احنا كلنا، وانا لما بقول الكلام ده دلوقتي اللي بقوله ده هو عبارة عن تسجيل وتقدير واحترام للدور اللي تم في الوقت ده لحماية الامن القومي في مصر وحماية الشعب المصري من تداعيات فترة من اصعب الفترات اللي مرت عليها. عقبتها فترة صعبة جدا اللي هي فترة محاربة الإرهاب ومكافحته، وبرضو استمرنا تقريبا 10 سنوات في مكافحة الإرهاب، والحمد لله بهني القوات المسلحة وبهني الشرطة وبهني الدولة بالجهود اللي عملتها في هذه المهمة الصعبة اللي كتير من دول العالم لم تستطيع أن تنجزها. فبرضو مرة تانية بشكركم على الروح وعلى الدماء، وبشكر الشهداء وأسرهم والمصابين اللي سقطوا في هذه المعركة من الدولة المصرية بالكامل. أنا يمكن بكرر الكلام ده، ومهم إن النهاردة أكرره ليكم بالحجم اللي أنا شايفه. صحيح يمكن يعني ده جزء من تشكيلات الجيش الثاني، والقوات المسلحة يعني أكبر من كده بكتير، لكن مهم قوي إن أنا أسجل هنا إن عمر القوات المسلحة رغم قوتها ما كانت إلا قوة رشيدة بتتسم في تعاملها بالتوازن الشديد، وعمر ما كان قوتها سبب أبدا أو مسار لغطرسة في الأداء أو التصرف لا داخليا ولا خارجيا. صحيح لسياستنا الخارجية بتتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إزكاء الصراعات، ولكن برضو القوات المسلحة ده عقيدتها، وده العقيدة دي انعكست على، لأن القوات المسلحة هي جزء من شعب مصر. القوات المسلحة ضباط وصف وجنود، هم جزء من المصريين. فمرة تانية أقدر شرف العسكرية المصرية، وأقدر عزة ومكانة العقيدة العسكرية المصرية الحريصة دائما على الحفاظ على الأمن والاستقرار وحدود الدولة وحماية مصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر دون يعني شكل من أشكال. احنا عمرنا ابدا في القوات المسلحه وحتى على مستوى الدوله ما تكلمنا الا بكل كل همنا ان احنا نحارب التخلف والجهل والفقر، مش ان احنا نضيع قدراتنا يعني في 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 ممارسات قد لا تكون عائده بالنفع. مره تانية باكد هنا ان احنا في الدوله المصريه ليست لنا اجنده خفيه ضد احد، كل اللي نبغيه ان احنا نعيش في سلام على حدودنا، سواء كان الحدود الشمالية الشرقية ولا الجنوبية ولا الغربية ولا حتى عمق هذه الحدود، عمق الاتجاهات.
احنا عايزين نعيش ونتعاون، لان احنا تجربتنا ان التعاون والبناء والتنمية افضل كتير من الصراعات والاقتتال. مش عايز اطول عليكم عشان انا عارف ان انتوا بقالكم يعني عدة ايام للتجهيز لتفتيش الحرب ده، لكن مش هيفوتني ان انا اشكر مرة تانية القيادة العامة للقوات المسلحة، واشكر قيادة الجيش الثاني والقائد الجيش ممدوح جعفر، واشكر قائد الفرقة على الجهد اللي انا شفته. طاهر اشكرك، وارجو انك تبلغ مرة تانية رغم ان انا بقول لهم ده معايا، لكن في لقائك معاهم بلغهم تقديري واحترامي واعتزازي بيهم وبالمستوى اللي انا شفته في الاصطفاف النهاردة. وربنا سبحانه وتعالى يحمينا ويحمي بلدنا من كل شر وسوء. وطول ما القوات المسلحة يقظة منتبهة مستعدة مدربة أمينة شريفة، مفيش خوف أبدا من حاجة. شكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين ومصر بخير، وإن شاء الله خلال الشهور القادمة نتمنى إن احنا نتجاوز المحن والظروف الصعبة اللي بتمر بمنطقتنا. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني. معنا لقراءة هذه الكلمة بتفاصيلها سيادة اللواء محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية. أهلا بحضرتك معنا سيادة اللواء، وكل عام ومصر بخير. كل عام وحضرتك بخير، والشعب المصري كله بخير، وفي هذه الأيام وهذه الذكرى العزيزة العظيمة على قلوبنا جميعا، وهي الذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيد. نعم. فضل. قراءتك لكلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة. الحقيقة هي يعني كلمة شاملة، بدأها هو حسيات يعني بالتهنئة التي يعني تقدم بها إلى الشعب المصري في هذه الذكرى، ذكرى حرب أكتوبر، الذكرى 51، واسترجع فيها أهمية لازم التذكير بمن سبقونا من قادة عظماء وقوات نفذت هذه الحرب، من خلال رؤية بعيدة كانت لهذه القيادات المسؤولة في هذا الوقت قبل الحرب. وبرضو يعني هي رسالة شكر عظيم جدا إلى شعبنا المصري الذي دائما أبناء القوات المسلحة هم منه وإليه، وإلا أنهم خرجوا في هذا التوقيت مبكرا وأظهروا يعني وقوفهم الشديد خلف القيادة السياسية التي كانت موجودة، كان الرئيس جمال عبد الناصر، وفي نفس الوقت قالوا وكلفوهم مرة أخرى وساعدوا على إعادة البناء والتنظيم والهيكلة للقوات المسلحة وتسليحها، وتكلفهم بضرورة الأكل بالصقر واستعادة الكرامة المصرية للقوات المسلحة المصرية والعربية، وتحرير الأرض التي تم يعني الاستيلاء عليها في هذا التوقيت. فده بيؤكد إرادة القتال في قلب كل مصري وفي كل جندي من جنود القوات المسلحة، لأنهم هم دول الموجودين حاليا قدامنا اللي احنا بنستعرض فيهم تفتيش الحرب. كلمة تفتيش حرب أنا عايز بس أوضحها ببساطة كده للسادة المشاهدين. تفتيش الحرب هو أقصى درجات الجاهزية لتشكيل الوحدة. المصطفى أمامنا الآن هو تشكيل يمثل فرقة مدرعة كاملة، هو عددها تقريبا يصل إلى 20,000، بالدعم يصل إلى 25,000 مقاتل. هذا الاصطفاف يمثل كل الأسلحة بتاعة الفرقة، بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن يتم تزويدها به لتمكنها من تحقيق المهام. والدعم هنا ليس بسلاح معين، ولكن بكل تقوم به جميع افرع الرئيسيه القوات المسلحه، القوات البريه، القوات الجويه، القوات البحريه، قوات الدفاع الجوي، بالاضافه الى عناصر رئيسيه من اجهزه القياده العامه التي يمكن ان تقدم الدعم له. وكان في مقدمه هذا العرض ودي لها رساله هامه جدا،
اصطفاف لقوات حفظ السلام التي يمكن ان تخرج من هذا التشكيل الذي هو جاهز الان لتنفيذ اي مهام قتاليه لان تحقق ايضا او تدعم تنفيذ السلام مع الدول الشقيقه او الصديقه من خلال المنظمات الدوليه والاقليميه الموجوده. نعم. فدي طبعا رساله هامه جدا في البدايه. هذا هو تفتيش الحرب اللي هو بيبقى في نهايته زي ما سمعنا قائد الفرقه السيد قائد الفرقه وبيحدد يعني بيؤكد للسيد الرئيس ان الفرقه جاهزه لتنفيذ اي مهام قتاليه يا فندم، وهنا لو هو كلفه باي مهمه هيتم على طول التحول لاتخاذ او لتحرك لتنفيذ هذه المهام. اتوقف معك سياده اللواء عند هذا المشهد المهيب، هذا الاصطفاف وتفتيش الحرب بمعناه الذي ذكرته، وايضا الرسائل الكثيره التي خرجت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبه، كما ذكرت لها الكثير من المعاني والرسائل والدلالات في وقت يعني فيه الكثير من التوتر في المنطقه، في حرب يعني في اكثر من منطقه في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي في هذا التوقيت هذه الرسائل تحمل الكثير من المعاني. سيادة اللواء، أول رسالة الحقيقة، أولا نحن لسنا دعاة حرب. نعم. القوات المسلحة المصرية والدولة المصرية بتوجهاتها السياسية نحن لا نتدخل في شؤون الغير، ولكننا ندعم دائما الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة وفي دولتنا، وبنؤكد على جاهزيتنا، وأنا بقولها تاني، بنؤكد على جاهزية قواتنا المسلحة أو رجال الشرطة، وكان موجود السيد وزير الداخلية، على صون الأمن القومي المصري، صون حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ليس في اتجاه واحد فقط، ولكن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وهذه هي المهمة الرئيسية لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الداخلية. إذا هذه هي الرسالة الرئيسية. نحن دائما دعاة سلم زي ما سيادته تفضل وقال، وان كانت لنا اهداف في هذا التوقيت حتى نحن ندعم الحل السلمي نتيجه لاعمال القتال والحرب الدائره الان وخاصه في قطاع غزه. فالسيد الرئيس حتى اكد على النقط هامه جدا، ان هو نحن ندعم ايقاف اطلاق النيران، اعاده الرهائن، ادخال المساعدات لقطاع غزه المحروم منها الان حوالي 2 مليون مواطن فلسطيني موجودين داخل غزه، وهم دول حقيقه بيعانوا معاناه شديده جدا، ولكنهم بيثبتوا للعالم وللعدو الاسرائيلي بالنسبه لهم انهم اصحاب هذه الارض وانهم موجودون فيها ولن يغادروها مهما كانت الضغوط عليهم. بالاضافه طبعا على ان هم بيحتاجوا الى دعم كبير جدا للتغلب على حجم الدمار الرهيب الذي وصل الى حوالي يعني 60% او يزيد بالنسبه لغزه. وبالاضافه لما يحتاجوه من دعم صحي وطبي لحوالي 100,000 مصاب وجريح ومعظمهم من الاطفال والنساء. مصر ايضا اكد السيد الرئيس على ان احنا ندعم اقامه دوله فلسطينيه في المنطقه من خلال اتفاق السلام ممكن ان يتم، عاصمتها القدس. فهذه الاهداف كلها اهداف وهي اهداف كلها نبيله، وندعو لاي وكل دول العالم حتى تشارك فيها. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا اشار الى عقيده القوات المسلحه والحفاظ على استقرار وحدود الدوله المصريه، وايضا انهم دائما على جاهزيه تامه. اشار في هذا السياق لاختبار حقيقي مر بالدوله المصريه في 2011 و2013، ويعني شكر القوات المسلحه بجاهزيتها في هذا التوقيت، وايضا دائما ما يشير الى تلاحم الجيش مع الشعب في الحفاظ على أمن وصون الدولة المصرية. قراءتك لهذه الإشارة بالتحديد سيادة اللواء؟ ما تعرضنا له خلال هذه الفترة التي تفضلت بها من 10 أو 13، نحن أدرنا معارك قوية جدا للقضاء واكتساح الإرهاب الذي كان موجها ومدعوما من الخارج لإيقاف مسيرة مصر
وحتى لا تتبوأ المكانة اللائقة بها وإسقاط الجيش والشرطة، ولكنهم فشلوا تماما في كل ذلك رغم صعوبة هذه المهمة التي نفذتها مصر على أكتاف وعلى بأيدي وبدعم أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة والأبنائها من المدنيين الموجودين، حتى لا ننساه من أهالي سيناء. كل هذا الحقيقة مكننا من إحنا نواجه هذه الهجمة الشرسة التي كانت تستهدف الأمن والاستقرار في مصر. ونتيجة لذلك الحمد لله نحن الآن نمر ونقوم أو مصر الآن بتقوم وبرضه وبدعم كل هذه الأجهزة في التنمية الشاملة لمصر حتى تتبوأ المكان اللائق بها. وده دايما بيبقى واضح ان احنا بنؤكد على صون الامن القومي المصري على كافه الاتجاه، وفي نفس الوقت حتى في الداخل في مصر له اهميته الخاصه بتعاون بين القوات المسلحه ورجال الشرطه وابنائنا من المخلصين في الشعب المصري. نعم، يعني كما ذكرت سيادة اللواء، يعني كل تفصيلة وكل جملة صاغها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها الكثير من الرسائل والمعاني. كما قال، الحرب استثناء والحالة العامة لمصر هي السلام والبناء والتنمية بعد 51 عاما من حرب أكتوبر. فكرة العزيمة على والإصرار على البناء والتنمية والتنمية المستدامة، وأن يكون حالة السلام والتنمية هي الشعار المرحلة من الحرب، ومرور عدة سنوات فيها الكثير من الأمور، وحتى اللحظة الراهنة التي نعيشها مرحلة البناء والتنمية والسلام. كيف تقرأ هذه المرحلة من وإلى؟ يعني هذه المرحلة الأخيرة الحقيقة، وخاصة بعد اكتساس جذور هذا الإرهاب، احنا في خلال السنوات الماضية يتم الآن تنمية ونهضة شاملة في كافة أرجاء الوطن بالكامل. إذا اختصينا منها سينا فنجد أن القصة سليها الحجم الأكبر من التنمية الشاملة في سينا في جميع المجالات. لن أتحدث في مجال خاص بالذات، يعني أكثر من 510 مليار جنيه بيتم إنفاقهم في اتجاه سينا للقيام والنهوض بسينا من كافة الوجوه، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، في مجال السياحة، في مجال التعليم، في كافة المجالات. ومصر وضع استراتيجية بتستهدف، وده نتمنى من الله أن يكون، أن يتم زيادة التواجد في سيناء من أبناء الوطن إلى 5 إلى 6 مليون بحيث يتواجدوا في داخل سيناء خلال حتى عام 2050. ودي طبعا يعني الحقيقة استراتيجية هامة جدا وجاملة في هذا الاتجاه. حتى في الاتجاه الغربي نحن نرى اهميه التنميه على الاتجاه الغربي وما ينشا فيه من مدن جديده وبنيه تحتيه واساسيه، والاهتمام بالسياحه على هذا الاتجاه ايضا بالاضافه للزراعه والمشروعات التي تتم فيها. انا بختصر الاتجاهين دول ليه؟ لانهم اتجاهين هامين جدا نتيجه لوجود القوى البشريه فيها محدوده الى حد ما، وبالتالي التنميه فيها ستجذب أبناء الداخل، أبناء الوادي بالدخول سواء كان في الاتجاه الشرقي أو في الاتجاه الغربي، وبرضو الاهتمام موجود بالاتجاه الجنوبي ولم ننساه أبدا، وده حتى واضح من أيام بناء السد العالي وحتى الآن هذا الاتجاه له أهميته الخاصة. إذا كل هذا هو عائد الحقيقة لما كان، سواء كان نتائج حرب أكتوبر 73 وحتى الآن، رغم ما مررنا به من صعوبات وما نمر به حاليا، يعني رغم ما نعاني به من يعني النهارده لما يبقى شريان اقتصادي موجود زي قناة السويس بيتأثر نتيجة لأعمال القتال الدائرة الآن، لكن رغم ذلك الحمد لله مصر متقدمة وماشية وبتسعى لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية. تفضل. القضية الفلسطينية، يعني أيضا في كل مناسبة دائما يركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثوابت المصرية
في ما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية، وقال نسعى لتحقيق إيقاف إطلاق النار، تحرير المحتجزين، إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. يعني إلى ما يشير يعني فكرة تكرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثوابت المصرية وهذه الرسائل التي تخرج من قلب هذا المشهد الذي رأيناه اليوم وتفتيش الحرب وهذا الاصطفاف بكل تفاصيله ورسائله. الحقيقة الرسالة دي هامة جدا حضرتك بتشيريها. الموقف المصري واضح ومعلن منذ بداية الحرب على غزة، نحن بنسعى دائما لإيقاف إطلاق النار، تحرير الرهائن والمحتجزين، الإصرار على إدخال المساعدات لأهلنا في غزة اللي بيصل حوالي 80% منها من مصر الحقيقة، وبتعاون من الشعب المصري كله. التغلب على حجم الدمار بقى ده اللي عينته بقى. الهدف الرئيسي هنا علشان يتحقق السلام كما أوضح السيد الرئيس هو إقامة دولة فلسطينية عاصمة فيها القدس، وده موقف ثابت وواضح للتوجه السياسي المصري ليس في الداخل فقط ولكن للعالم كله بالكامل، وهو معلن وأثير مع أكثر من يعني رئيس دولة وصل إلى مصر أو أي مسؤول وخاصة من الغرب. بنؤكد على هذه النقاط الرئيسية وهذا الموقف المصري. الموقف المصري دائما داعم لإقامة لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. فهذا الموقف واضح ولا جدال فيه وهو ده الحل. الحرب لا تحسم أو لا تنهي أي أزمات أو أي صراعات موجودة، ولكن لا بد من في النهاية من السياسة للتدخل لوقف هذا النزيف الموجود في المنطقة والتصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية تضر بالجميع. نعم. قال أيضا إن القوات المسلحة المصرية قوة رشيدة تتسم بالتوازن الشديد. ما معنى كلمة الرشد في هذا السياق سيادة اللواء؟ الرشد هنا هو الرشادة مقصود بها هنا الحكمة. في يعني رغم وجود هذه القوة الجبارة التي يتم أعطاها فرقة واحدة من فرق القوات المسلحة، إلا أنه لم تأخذنا هذا الغرض أو هذه القوة أو تجمعها إلى اتجاه يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مطلوبة وغير محمودة. فالرشادة هنا بتأتي في الحكمة في اتخاذ القرار والحكمة في إدارة الأمور. وبالتالي يعني أنا في معرض حديثي قلت أن الحرب أو الصراع لا ينهي أزمات ولا ينهي مشاكل، ولكنه دائما لابد في النهاية من تلاقي جميع الأطراف للوصول إلى حلول يعني تقضي على الأسباب الرئيسية لهذا الصراع. وإحنا من 48 لغاية دلوقتي صراعات موجودة ولكنها لم تنتهي نتيجة لوجود بعض المسؤولين في الجانب الآخر أو في أي جانب آخر لا يصل إلى ضرورة وأهمية تنفيذ القرارات حتى الدولية والأممية الصادرة في هذا الاتجاه. فلا بد من التوقف والعودة مرة أخرى. وهنا الرشاد، أنا مش بتدخل على شك، وأنا من ضمن أهدافي الرئيسية عدم التدخل في شؤون الغرب. مصر ليست لها أطماع في أي من جيرانها أو في أي من في أي مكان في العالم. نحن شعب أو دولة بتبحث دائما عن السلم وعن الاستقرار والتنمية لنا وللجميع. وممكن نقدر، وأنا قلت في معرض حديثي إن والقوة تم عطاها وشفناها كانت قوات حفظ السلام. ومصر أيضا ممكن من خلال هذه القوة أن تساعد في فرض المنظمات الدولية أو الإقليمية للسلام في المناطق التي يمكن أن تتواجد فيها الصناعات، ليس في المنطقة فقط ولكن نحن جاهزين لأي مكان. نعم. سيادة اللواء محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإفادات في هذه المناسبة المهمة، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني. كان للرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مهمة في هذه
المناسبة مشاهدينا الكرام، أكد فيها الرئيس على عدة محاور وعلى عدة نقاط خرج منها الكثير من الرسائل والدلالات. منها على سبيل المثال قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية وليست لدينا أي أجندة خفية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في هذه المناسبة على أهمية الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة المصرية خلال فترة الحرب أكتوبر وما تلاها، والتي تجاوزت عصرها وظروفها وحالة المنطقة آنذاك، وقاتلت وانتصرت وسعت من أجل استعادة الأرض وتحقيق السلام. وقال إن السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية، وأنه ليس لدينا في مصر وقوتها المسلحة ومؤسسات الدولة أي أجندة خفية. أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال حضوره اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية اليوم أن الدولة المصرية حققت النصر في أكتوبر 73 رغم فارق الإمكانيات، وذلك كان من خلال الإرادة القوية، من خلال الرؤية العبقرية التي سبقت عصرها وحققت لمصر السلام حتى هذه اللحظة. إذن الحرب هي الاستثناء، السلام والبناء والتنمية هي الأساس، وكان ما يحدث في المنطقة اختبار حقيقي لهذه الاستراتيجية. معنا ومع حضراتكم الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك معنا أستاذ جمال. وكما ذكرت منذ قليل يعني الكثير من الدلالات خرجت من خلال هذا المشهد المهيب الذي تابعناه اليوم وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراءتك لذلك؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد اصطفاف مهيب للفرقة السادسة في تفتيش الحرب وحضور مهم اليوم أمام المجتمع الإقليمي والدولي للدولة المصرية لتعبر عن رؤيتها الداعمة للسلام والاستقرار، هذا السلام المبني على القوة ومبني على أيضا الإرادة. وهذا ما تأكد في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية نعم لديها الخيار الاستراتيجي وهو السلام، وعملت من أجل الحفاظ على هذا الخيار على مدار 51 عام الماضية. وهنا وجدنا السيد الرئيس في صدارة حديثه اليوم يتحدث عن عمل الدولة على الحفاظ على تماسكها الداخلي وعلى قدرتها وعلى إمكانياتها وعلى مواجهة التحديات المختلفة، سواء طبعا مرورا بخوض المعركة يعني الكبرى في العبور والنصر العظيم، ثم أيضا التحديات التي جابهت الدولة إبان 2011 و2013 ومحاربة الإرهاب وغيرها من تحديات، وصولا للأوضاع الإقليمية الراهنة. وفي ظل كل هذه التحديات وفي كل هذه العقبات كانت الدولة المصرية حاضرة بخيار السلام المبني على القوة والمبني أيضا على الإرادة الشعبية. حتى السيد الرئيس تحدث عن أن هذه الإرادة أيضا كانت مفتاح النصر، يعني حتى مع فارق القدرات حينها إلا أن الدولة المصرية بإرادة المقاتل المصري وبإرادة الشعب المصري استطاعت أن تحقق النصر. إذن السلام وهذا الخيار والاستراتيجي هو إرادة الشعب الذي تصونه وتحميه القوات المسلحة المصرية الباسلة، وبالتالي هذه كانت رسالة في غاية الأهمية. الأمر الآخر فيما يتعلق باستحضار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعبقرية الرؤية المصرية، وهذه نقطة يجب أن نتوقف عندها بعض الوقت، لأن هنا هذه العبقرية في الرؤية الاستشرافية كانت حاضرة إبان حرب 73 وما تبعها، وأيضا حاضرة الآن. يعني حينما نرى أن الرئيس الراحل أنور السادات كانت لديه رؤية استباقية، وكما وصفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها رؤية عبقرية، بالفعل هي كانت هكذا، لأنها رأت كل ما يحدث الآن منذ يعني عوام خمسة عقود سابقة، وبالتالي هذه الرؤية بالفعل كانت من الممكن أن تنأى بالمنطقة العربية عن الكثير من المخاطر. ولكن أيضا حينما نرى أن هذه الرؤية لم تنقطع، الدولة المصرية أيضا بنفس الرؤية، يعني منذ اشتعال وتيرة الصراع العام الماضي أيضا الدولة المصرية بنفس الرؤية الاستشرافية كانت حاضرة من خلال القيادة السياسية المصرية، حينما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اتساع دائرة الصراع وعن خطورة هذا الاتساع التي الآن نرى تبعاته السلبية على المنطقة. إذن
نحن نتحدث عن عبقرية الرؤية المصرية الممتدة عبر العصور والتي يجب أن تكون محل اهتمام الجميع. في الحقيقة أستاذ جمال حضرتك ربطت ربط مهم للغاية، فكرة يعني عبقرية رؤية القيادة المصرية بعد حرب أكتوبر، وأيضا عبقرية رؤية القيادة المصرية في هذه السنوات، خاصة السنوات العشر الفائتة وحتى اللحظة، فكرة الإصرار على البناء والتنمية، السلام، يعني السياسة الخارجية المصرية التي تتزم بالتوازن وتتزم بالرشد، يعني هذه العبقرية في الإرادة والإدارة هي الأساس في كل هذه السنوات 51 عام بعد حرب أكتوبر. فكرة عبقرية أيضا من حضرتك، فكرة هذا الربط بين ما كان وحتى اللحظة. يعني كل شكر لحضرتك، وبالتأكيد هذه أيضا العبقرية لم تكن تنظيرا سياسيا فقط، ولكن أيضا كانت عمليا على أرض الواقع. يعني حينما نرى تطبيق بقى هذه الرؤية على أرض الواقع، نجد المفردات حاضرة في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حينما تحدث صحيح. عن عدد من تطبيقات هذه الرؤية يمكن أن نرصدها في الوقت الراهن. السيد الرئيس تحدث عن المسار الدبلوماسي والمتعلق بالتوازن الخاص بالسياسة الخارجية المصرية والعمل المصري من أجل حل القضايا بشكل بنوع من أنواع دعم المسارات السياسية بعيدا عن مسارات وخيارات الحرب. هذه نقطة. العمل أيضا على بناء القوة الوطنية الشاملة، سواء من خلال اللحمة الداخلية والاصطفاف الوطني، أو طبعا من خلال القوات المسلحة المصرية الباسلة وإعدادها للحفاظ على مكتسب النصر وهذا الخيار الخاص بالسلام وغيرها من أيضا مهام للقوات المسلحة المصرية، وبجانبها طبعا الشرطة المصرية، وأيضا ما يتعلق بالعمل والتنمية والبناء كأحد أيضا ركائز تطبيق هذه الرؤية. يعني الدولة المصرية في الحقيقة أيضا بتخطو خطوات عظيمة للغاية نحو التنمية. هذا ظاهر وواضح بشكل محدد في سيناء مثلا. يعني حينما أرادت الدولة المصرية بعد عام 2014 لتطبق هذه المفاهيم، ذهبت بكافة أدواتها التنموية حتى وهي تجابه الإرهاب، حتى وهي لديها الكثير من الأزمات الأخرى، إلا أنها أصرت أن تكون التنمية حاضرة مع تطبيق باقي هذه المفردات. إذن الدولة المصرية لديها رؤية دبلوماسية متزنة أوضحها السيد الرئيس اليوم، وأيضا حددها أو حدد وظائفها فيما يتعلق بالقضية المركزية تجاه طبعا القضية الفلسطينية هنا وهنا. السيد الرئيس أوضح نقطة بالغة الأهمية، ما يتعلق بالرؤية الشاملة للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية والمبنية طبعا على حل الدولتين كحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهذا لا نقاش ولا جدال في الدولة المصرية. في الحقيقة بتخوض معارك دبلوماسية صعبة للغاية من أجل الدفاع عن هذه المبادئ وإنفاذها داخل المجتمع الدولي. هذه نقطة. وأيضا الأمر الآخر المتعلق بالأوضاع داخل قطاع غزة في الوقت الراهن، وهنا السيد الرئيس تحدث عن ثلاثة محاور رئيسية فيما يتعلق بعمل الدولة المصرية في هذا التوقيت. ما يتعلق به طبعا العمل من أجل وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وأيضا المسار الخاص بالمساعدات الإنسانية. هذه مسارات العمل التي هي الدولة مهتمة أو الدولة المصرية الآن مهتمة بالعمل خلالها. والحقيقة أن من المهم جدا أننا نجد القيادة السياسية المصرية دائما حينما تتحدث عن الأوضاع الإقليمية، وأيضا كان من المهم أن السيد الرئيس أيضا النهاردة ربط ما بين الأوضاع الإقليمية الراهنة والأوضاع الإقليمية إبان أو ما قبل حرب 73. يمكن الرئيس أيضا قارن وأوضح أن الأوضاع كانت متشابهة، وهذا دليل أننا في حاجة إلى استحضار روح أكتوبر للعبور أيضا من هذا المأزق الإقليمي والحفاظ على دولتنا واستقرارها وأمنها القومي والحفاظ على هذا الخيار السلام الاستراتيجي. وبالتالي أيضا ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، حينما يتحدث السيد الرئيس يرجع كل هذه الأوضاع الإقليمية إلى جوهر القضية، القضية الفلسطينية، وهذا مهم للغاية، لأن تفرع الصراع تعدد الجبهات هو نتاج أن القضية الفلسطينية ما زالت حتى الآن دون حل. فإذا كان هناك حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية، من المؤكد أن سوف يكون هناك تهدئة في المنطقة، وسوف يكون هناك هدوءا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط. ثم انتقل السيد الرئيس مرة أخرى برسائله المهمة اليوم فيما يتعلق بالحديث عن القوات المسلحة المصرية وعن شرف القوات المسلحة المصرية وعقيدتها ورشدها، وهذه أيضا نقاط بالغة الأهمية. لأن الدولة المصرية بهذه العقائد الراسخة في العسكرية المصرية حققت النصر إبان 73، وحققت النصر أيضا في
في العبور من كثير من التحديات بين 2011 و2013 ومجابهات الإرهاب، وأيضا تحقق النصر الآن بقوة رادع شاملة تستطيع من خلالها أن تزود عن البلاد أي من المخاطر التي هي نتاج ما يحدث في الإقليم. نعم، ما يحدث في طبعا قطاع غزة، ما يحدث في جنوب لبنان، يعني المنطقة فيها الكثير من الصراعات، فيها الكثير من التوتر، وبالتأكيد يعني كل ذلك بيرمي بظلاله بشكل أو بآخر على الدولة المصرية. وبالتالي الرسائل التي خرجت اليوم رسائل واضحة صريحة، رسائل يعني فيها جدية في التعامل مع هذه القضية الفلسطينية، الثوابت المصرية في القضية المصرية. يعني هي قضية تمس الأمن القومي المصري أستاذ جمال، ويعني مصر وقفت بقوة ضد مؤامرة إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة، تصفية القضية الفلسطينية. فمحددات الدولة المصرية في التعامل مع هذه القضية ثابتة واضحة محددة، دائما ما يكررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة دلالة ذلك. بالتأكيد الثوابت المصرية حاضرة في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المناسبات تجاه القضية الفلسطينية، وهذا يعبر عن أن الدولة المصرية في الحقيقة لديها رغبة طوال الوقت لتكرير هذه الثوابت أمام المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي وحتى أمام الداخل المصري، لنجتمع جميعا على هذه الثوابت ونتحرك من خلالها. وهذه الثوابت متفق عليها في الشارع المصري وفي دوائر صنع السياسة، ودائما القيادة السياسية المصرية ما تؤكد عليها. وبالتالي هذه الثوابت المتعلقة بحل الدولتين كحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته، وهذه أمور لا نقاش فيها، والدولة المصرية تدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة. أيضا رفض مصر القاطع لفكرة تصفية القضية الفلسطينية، لأن ما يحدث الآن من محاولة لإذابة القضية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية يتضح للعيان من خلال محاولات التهجير القسري سواء في قطاع غزة أو في الضفة، أو ما يتعلق بتفرع جبهات الصراع حتى يكون هناك لفت للأنباء عن الانتباه عن جوهر الصراع، وتذهب أو يذهب الانتباه إلى جبهات أخرى بعيدا عن ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم يتم نسيان هذه القضية. وهذا في الحقيقة أمر خطير للغاية. وبالتالي مصر مصرة على أن تذكر العالم بالقضية الفلسطينية، هي محور الحديث في الدبلوماسية المصرية، وهي محور الأحداث في المنطقة، وبالتالي علينا أن نجد حلا لهذه القضية. هذه النقطة. النقطة الأخرى، وهنا بقى أعود مجددا لما تحدث عنه السيد الرئيس فيما يتعلق بأننا ليس لدينا أي أجندة خفية. صحيح. وهذه نقطة بالغة الأهمية، لأن الدولة المصرية وهي تتحرك لدعم القضية الفلسطينية، وهي تتحرك لدعم الأشقاء في لبنان، وهي تتحرك لدعم الاستقرار في السودان من خلال مسارات العمل السياسي أو في الأشقاء مع الأشقاء في لبنان أو حتى في الصومال أو في أي من النقاط التي يحتاج فيها أو تحتاج فيها القضايا العربية والأفريقية مساندة الدول أو الدولة المصرية، هنا الدولة المصرية تعمل دون أي من الأجندات، تعمل فقط من أجل المبدأ المتعلق بالسلام، المبدأ المتعلق بالحلول السياسية كحلول ناجزة لأي أزمات. وبالتالي هنا تأكيد أن الدولة المصرية دولة لديها شرف، لديها دبلوماسية شريفة، لديها سياسات شفافة وواضحة للعيان، وليس لديها أي أجندات لتخفيها عن العيان. وهذا بالمناسبة يتضح حتى في ليس الحديث المصري فقط، ولكن حينما نستعرض الحديث الخاص بكافة دول العالم سواء شرقا أو غربا، الجميع يتحدث أن الوسيط المصري في أي من القضايا هو الوسيط الموثوق به، الوسيط الآمن، الوسيط الذي يمكن الاعتماد عليه في قضايا الشرق الأوسط. إذا نجد كافة دول العالم تتحدث هكذا عن الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية بالفعل كما قال السيد الرئيس اليوم ليست لديها أي أجندات خفية، وبالتالي هي لديها شفافية دبلوماسية تعمل من خلالها مع المجتمع الدولي، فقط تحاول أن تهدئ من روع الأحداث في المنطقة، لأنها لديها إيمان راسخ أن الأمن القومي الإقليمي مرتبط ارتباط وثيق بأمنها القومي. وبالتالي حينما تعمل
فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع إقليميا، فهي تعمل لتحقيق أيضا مصلحة خاصة بأمنها القومي، وهذه المصلحة تفوق أي الاعتبارات، وبالتالي تعمل بكل شرف وبكل نزاهة من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي والإفريقي والإقليمي، من أجل أيضا أن ينعكس هذا إيجابيا على الداخل المصري. نعم، تعودنا من حضرتك أستاذ جمال دائما ما تعقد المقارنات وتعمل على استحضار روح أكتوبر في اللحظة الراهنة والوقت الحالي، يعني إذا ما عقدنا مقارنة بسيطة ما بين كيف استعد الشعب المصري لحرب أكتوبر وكيف استعد الشعب المصري لما بعد 2011-2013 من بناء وتنمية وتعمير في هذه الأرض المباركة، يعني كيف يمكن الربط بين المشهدين؟ تأكيد هذا أيضا ربط مهم، وحتى في تحديات الوقت الراهن المواطن المصري هو كلمة السر. وهنا استرجع حديث السيد الرئيس في الأكاديمية العسكرية حينما تحدث عن اللحمة الداخلية والاصطفاف الوطني. إذا أردنا أن نجد العامل المشترك الرابط ما بين كل هذه الأمور، سوف نتحدث عن التماسك الداخلي المصري. التماسك الداخلي المصري هو مفتاح النصر، سواء في 73، في أيضا العبور الآمن من تداعيات 2011، من المرور من الأمور الخاصة بما قبل وما تبع 2013 وحكم الجماعة الإرهابية وإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح ومحاربة الإرهاب، وحتى في مسارات عمل أخرى، يعني حتى ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، ما يتعلق بجائحة كورونا، ما يتعلق بكثير من الأمور، حتى وصولا لتداعيات الأوضاع الإقليمية على الداخل المصري، نجد أن المواطن المصري هو كلمة السر، ووعي المواطن المصري هو كلمة السر. ولهذا دائما السيد الرئيس هنا يتحدث عن الوعي، وأن المعركة معركة وعي، وأن التماسك الداخلي ووحدة الاصطفاف الداخلي ما بين كافة مفردات النسيج الوطني، سواء المواطن، القوات المسلحة المصرية، الشرطة، مؤسسات الدولة، وأن يعمل الجميع داخل بوتقة الوطن وتحت راية الوطن، هذا هو سر النجاح، وهذا هو ما جعل الدولة المصرية تبقى الآن في وسط هذا الإقليم الذي تتهاوى فيه الدول للأسف. لماذا بقت مصر؟ لماذا ظلت مصر صامدة حتى الآن؟ لأن هذا الشعب لديه الإرادة التي تحدث عنها السيد الرئيس اليوم، والتي يذكرنا بها وبأهميتها السيد الرئيس اليوم، إننا حتى وإن كنا في 73 لم نكن لدينا القدرات الكبيرة على صعيد مثلا اللوجستي أو العسكري، إلا أننا استطعنا أن ننجز النصر بالإرادة. والآن أيضا التحدي الإقليمي تحدي ضخم للغاية، مع الفارق أننا الآن أيضا لدينا قدرات عظيمة، قدرات لم تكن موجودة إبان 73. وبالرغم هذا أيضا الإرادة المصرية هي التعويل الحقيقي، والسيد الرئيس برغم القدرات التي أصبحت تمتلكها الدولة المصرية الآن، وهي قدرات قوة وطنية شاملة عظيمة لم تكن موجودة على مدار التاريخ الحديث المصري من قبل، إلا أن أيضا السيد الرئيس يراهن على العامل البشري، على العنصر البشري، على المواطن المصري الذي هو الحائط الصد الحقيقي للدولة المصرية، لأن المعركة الآن هي معركة عقول، معركة وعي، معركة إدراك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية على الداخل المصري. فكما كنا في 73 المواطن المصري هو الركيزة الأساسية في تحقيق النصر، أيضا المواطن المصري الآن هو الركيزة الأساسية في تحقيق عبور جديد بهذا الوطن وبالدولة المصرية من هذا العراق الإقليمي ووسط هذا التشكل الجديد الذي يحدث في العالم، في النظام العالمي الجديد، إلى عالم جديد بأيضا جمهورية جديدة تستطيع الصمود ووضع مصر في المكانة التي تستحق. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي جمال رائف على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك. أيضا لمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام معنا سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني، أهلا بحضرتك معنا سيادة اللواء. أهلا بك. سيادة اللواء، مشهد مهيب في الحقيقة، ويعني كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها الكثير من الدلالات والمعاني والرسائل في وقت مهم، توقيت له الكثير أيضا من يعني الدقة، ويعني توقيت في غاية من الأهمية في ظل ما يحدث حول مصر من كافة الجوانب في الحقيقة، ومن كافة الاتجاهات، من صراعات، من توترات وحروب وكذا. قراءتك لهذا المشهد برمته؟ طبعا هو الرئيس دايما دايما
بيحط النقط والحروف في موضوع الامن القومي والتهديدات المحيطه بينا. وطبعا هو مش افضل من لما يكون في احتفال بقدرات عسكريه على الطبيعه قدام الناس ويبدا يتكلم عن الموضوعات دي ويحط النقط والحروف. فالنهارده طبعا لما نيجي نشوف نصح السياسي اللي موجوده في مصر موجوده فيه على ان الاتجاهات الاصليه بتاعت الاتجاهات الفرجيه كلها مهدده من الاربع اتجاهات وعمرها ما حصل هذا الكلام. وبالتالي يبقى هنا اليقظه والاستعداد لازم يكون دائما على هبه، لان هو احنا هنبقى مطالبين ان احنا بندافع عن بلدنا ونحقق الامن القومي بتاعها في اي وقت من الاوقات اللي هتبقى تحت زي ما يقولوا تحت الطلب. فانت النهارده مثلا حضرنا التفتيش بتاع الحرب بتاع الفرقه الرابعه في الجيش الثالث، النهارده بنحضر التفتيش للحرب الفرقه الثالثة في الجيش الثاني، وكان قبل كده الفرقه 21 في المنطقه الغربيه على لما تتقال فيها الخط الاحمر والخط بتاع سيرت الكفره. اذا النهارده الرؤيه المصريه للقياده المصريه واحساسها بالمخاطر اللي كانت موجوده بتنقلها للشعب وبتنقلها للناس، والجيش بتاعها دائما على استعداد، وده اكبر شيء وطني تبقى القياده السياسيه بتتحمله من اجل الدفاع عن هذا البلد. وكلمات الرئيس دايما بتتكلم وبتدي الفكره عن ان القدرات العسكريه ما بتبقاش هي لوحدها، لا ده معها القدره البشريه او القدره الجندي اللي بيدير هذا الموضوع. مهما ارتفعت ومهما ارتفعت التكنولوجيا وبقت هي لها الاثر الاكبر في العلاقات او في شكل الحرب الان، الا ان هو بيديرها البشر وبيديرها الجندي اللي انا بدور على الكفاءه القتاليه بتاعته وعلى حسن استعداده وجاهزيته للحرب. نعم سيادة اللواء، يعني في أكثر من نقطة مهمة ركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مثلا. قال إن الشعب الفلسطيني يحق له العيش في دولة مستقلة، ونسعى لتحقيق إيقاف إطلاق النار، تحرير المحتجزين، وإدخال المساعدات لقطاع غزة. في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية كيف رأيت هذه الرسائل؟ شو حضرتك لو غير المسرح السياسي في جميع المراحل القضيه الفلسطينيه لن تجدي احدا وقف جنب القضيه الفلسطينيه الا مصر والشعب المصري. النهارده حتى في عز الازمه النهارده لما الرئيس عبد الفتاح السيسي او القياده المصريه عموما لما اعلنت ان معبر رفح لن نفتحه الا للسلطه الفلسطينيه. دي رؤيه استراتيجيه للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مستقليه. النهارده الناس بتتكلم على من سيدير القطاع غزه بعد وقف اطلاق النار. كلام اتقال ان الاتحاد الاوروبي مع مش عارف مين، لا من العرب مش عارف ايه، كلام كتير جدا. لكن انا لما قلت ان مش هسلم المعبر ده او افتحه الا بوجود السلطه الفلسطينيه، معناها ان انا بعلم من دلوقتي ان السلطه الفلسطينيه هي المسؤوله عن قطاع رفح، عن قطاع غزه، وبالتالي السلطه الفلسطينيه المسؤوله عن إقامة الدولة الفلسطينية، وده الحق المشروع اللي معترف به دوليا والشعب الفلسطيني مؤيده. يبقى أنا هنا بحافظ على كيان الشعب الفلسطيني وسلطته اللي تحكمه في المستقبل. نعم يعني في عقيدة في القوات المسلحة، هذه العقيدة تقول إن الحق لا يغني عن القوة، وبالتالي هذا الاستعراض المهيب وهذا المشهد، هذه الأسلحة، قدرات الجيش المصري المتطورة دائما، الأسلحة المتوفرة في القوات المسلحة الآن، هذا المشهد أيضا يحمل معاني ورسائل سيادة اللواء. شوفي أنا بالمناسبة تكلمتوني ولا ما وانتعرفوش أنا يعني موقفي إيه من الفرقة السادسة. أنا كنت رئيس أركان الفرقة السادسة دي. نعم. وكان أول تفتيش حرب لها اتعمل سنة 95 وأنا كنت موجود فيها. فالمشهد النهارده مختلف تماما. صحيح. حجم التسليح اللي كان موجود 95 وحجم التسليح اللي كان موجود دلوقتي حاليا. اذا النهارده لما بستعرض الكلام ده كله، اي اعداء حواليا او اي ناس مناطق ليا مؤكد بيبص ويراجع الكلام ده، فمن هنا القدره دي العسكريه الفائقه دلوقتي بقت هي رادعه للتهديد قبل ما يجي لي، والناس بتعمل حسابها قبل ما كان. عشان كده دائما التفتيشات الحرب اللي بيحضرها رئيس الجمهوريه، ده كان زمان بيحضرها وزير الدفاع بس، النهارده بيحضرها رئيس الجمهوريه، معنى كده ان هو بيكبر من وضع الاستعداد القتالي
والناس ممكن تنفذ مهمتها من المكان اللي هي موقفه فيه دلوقتي. ومن هنا ده المؤشر لان احنا عندنا قدره عسكريه قادره للدفاع عن ارضنا وعن قضايانا وعن دورنا المصري في المنطقه الكبيره ديت اللي احنا اصلا عامل مؤثر فيها تاثير كبير جدا. نعم، كلمه لافته ايضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال السلام خيار استراتيجي للدوله المصريه وليست لدينا اجنده خفيه. كيف تقرا هذه الجمله المهمه في هذا التوقيت؟ هو نفس تاريخ السلام هو اللي بيقول الاستراتيجي اصلا. والنهارده انت بتعمل اتفاقيه سلام سنه 79 يبقى وبشر الاتفاقيه لغايه النهارده، يبقى اذا النهارده خيار الاستراتيجي بتاعنا. صحيح. وبرضه هو خيار استراتيجي للجانب الاخر معانا، لان هو بيحافظ عليها، بيحافظ عليها اكتر مننا. ده بيحاول ده حتى لما بتحدث حوادث على الحدود والكلام ده بيقبل الكلام وبيقبل نتائج التحقيق لان هو محافظ على على السلام. وواحد الناس كان سالني مره عن الحادث كان حصل على القناه على الحدود، فقلت له هو الحادث حصل فين؟ اللي حصل الحدود المصريه الاسرائيليه. قلت له النهارده الحدود دي في الوقت العادي بارده ولا سخنه؟ قال لي بارده. قلت له بارده ليه؟ وضع عادي ولا باتفاق سلام؟ باتفاق سلام. قلت له يبقى الاثنين موافقين على اتفاق سلام، وده الخيار الاستراتيجي بتاعهم، وده من النهارده لما بنعلنه احنا بناكده بالقول والفعل. صحيح. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء محمد الغباري على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك. إذن مشاهدينا الكرام، يعني تابعنا مع حضراتكم هذه الكلمة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أثناء تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني. هذا الاصطفاف، هذا المشهد المهيب للقوات المسلحة المصرية في الإسماعيلية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت له كلمة تطرق فيها إلى الكثير من القضايا الملحة وأيضا النقاط المهمة، خرج منها الكثير من الرسائل والدلالات أثناء هذه المناسبة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن إرادة القتال لتحرير الأرض في عام 73 كانت في قلب كل مصري. أكد أيضا أن السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية وليست لدى الدولة المصرية أي أجندة خفية. أكد الرئيس أيضا على أهمية الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة المصرية خلال فترة حرب أكتوبر وما تلاها، والتي تجاوزت ظروفها وحالة المنطقة في ذلك الوقت، وقاتلت وانتصرت وسعت من أجل استعادة الأرض وتحقيق السلام. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال حضوره لاصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية اليوم، أكد أن الدولة المصرية حققت النصر بعقيدة ورؤية عبقرية في أكتوبر 73 رغم فارق الإمكانيات، وذلك من خلال الإرادة وهذه الرؤية التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة، وتقدم بالشكر للقوات المسلحة على جاهزيتها ووطنيتها، وأيضا تقدم بالشكر على فكرة التماسك بين الجيش والشعب المصري. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه تغطية خاصة على شاشة التلفزيون المصري. نشكر لكم جزيل المتابعة، شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.